أهلا أهلا أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضلي. نورت المكان. ميرسي. على فكرة كنت هزعل قوي لو ما كنتيش جيتي. هو بصراحة أنا كنت بفكر ما جيش. معقول؟ طب ليه؟ يعني استغربت الدعوة شوية. طب إيه رأيك بقى أنا اللي كنت هستغرب لو كنت رفضت دعوتي؟ أوعي تنكري إن أنا شغلت لك عقلك. ما أقدرش أنكر حاجة زي كده. بس مستغربك شوية. طب اتفضلي. مستغربان؟ طب ليه؟ هو انت تعرف ان انا واحمد كنا بنحب بعض؟ لا انا اللي اعرفه ان انت اللي كنتي بتحب احمد، وانا اقصد كلمة كنت دي كويس قوي. انا لو اعرف ان احمد بيحبك زي ما انت بتحبيه ما كنتش قربت منك اصلا. مش انا اللي يفسد علاقة بين اتنين بيحبوا بعض. احمد شخص هايل بس قلبه مش فاضي للحب، عقله وتفكيره كله منحصر في الفلوس وبس. عندك حق. وانت انسانة رقيقة ذكية، وانا متأكد ان في حاجات كتير قوي في حياتك كانت ممكن تبقى احسن بكتير، بس للأسف ما لقيتيش حد يوجهك. طب انت ازاي حبيتني وانت متعرفش عني اي حاجة؟ مين قال إني ما أعرفش عنك أي حاجة؟ أنا أعرف عنك كل حاجة. سألت أحمد؟ لا سألت قلبي. أنا أول ما شفتك عرفت أنت إيه بالظبط. أنت قلب كبير محتاج لحد يسكنه، قلب محتاج لقلب زيه يحس بيه وباللي جواه، قلب اتحرم من انه يعيش لحظه صادقه زي اللي عايشها دلوقتي، اللي كان نفسه فيها من زمان، من زمان قوي. المشاعر اللي جواكي دي واللي مش لاقي حد يحركها هي اللي تعباكي ومحيراكي، وهي دلوقتي اللي بتحركك. كل ده عرفته من نظرة واحدة بس. آه عارفة ليه؟ ليه؟ عشان أنا زيك بالظبط، عشت حياة صعبة أوي، حياة ما كانتش مدياني اللي أنا عايزه، حتى الحب حرمتني منه. عشت الاحتياج، احتياج لمكان يحميني وشغلي يخليني أعيش حياة بسيطة مقبولة. انشغلت بإني أأمن نفسي ونسيت إن الأمان الحقيقي في حضني يضمني وقلبي يحس بيا وأحس بيه. أنا عارف إنك كنت متجوزة وإنك أرملة وإنك كنتي بتحب أحمد وإنك دلوقتي مصدومة فيه. كده كتير. ما تستغربيش لو قلتلك ما تزعليش من أحمد. أحمد إنسان طيب وابن حلال، بس هو شايف الدنيا من زاوية تانية خالص. عشان كده أنا عايزك تعيشي اللي بقى من عمرك وما تعيشيش في وهم.
أنا قلت لك كل حاجة عني، وأتمنى إنك توافقي على طلبي حتى لو ما حصلش. كفاية نبقى أصدقاء. المهم دلوقتي أنا عايزك تقبل الشغل اللي أنا جبته لك. أنت ليه مصر إن أنا أشتغل الشغل ده؟ عشان لازم تنجحي. النجاح هو الحاجة الوحيدة اللي هتغير حياتك، مخليك تختاري صح بحرية. أنا لازم أمشي. قبل ما نتغدى سوا؟ مستحيل. لا معلش أنا آسفة مش هقدر. ليه؟ أنا قلت حاجة زعلتك؟ بالعكس ده كل كلامك صح. خلاص يبقى نتغدى سوا ونروح نستلم الشغل وبعدين أوصلك. أهو ده بقى القرار اللي مالكيش حق الاختيار فيه. أوكي. مين؟ تليفونك مقفول؟ أصل التليفون فصل شحن وما ينفعش تدخل عشان محدش هنا. سمر انت ليه بتتهربي مني؟ ممكن نتكلم في الحكاية دي بعدين، بس ما ينفعش تدخل وأنا قاعدة لوحدي. وأنا مش همشي. مش همشي يا سمر، وهفضل واقف قدام الباب لحد ما اعرف انت ليه مش عايزه تردي على طلبي. وعلى فكره بقى انت هتبقي مسؤوله عن كل حاجه هتحصل، انت حره بقى. ممكن تمشي؟ مش همشي، عايز اتكلم معاكي. طب انزل ولا هحصلك؟ برضه مش هنزل، انا عارف كويس قوي ان انا لو نزلت انت مش هتنزلي ورايا. سمر في حاجات انا لازم اعرفها وافهمها. سمر انا عمري ما حسيت ان انا بحب حد بالشكل اللي انا فيه دلوقتي. عمري ما حسيت بحاجه اسمها حب ولا اعترفت بيها. الا لما انت ظهرتي في حياتي وغيرتي لي كل تفكيري. بس انا مش اوعي تقولي انه مش في دماغك، لان انت بالذات مش ممكن تكوني كده. يعني ايه انا بالذات؟ يعني كل كلمه وكل حرف قريتها لك بتقول ان انت محتاجه حب، ومش اي حب كمان. ده كلام في مليون واحد بيكتبه، وكل يوم في الدار في كتاب ومؤلفين بيكتبوا، مش انا لوحدي. اه بس انت الوحيده اللي حسيت بكل كلمه بتكتبها. Oh.
شوق دي فين؟ الحقني مش قادرة، تعبانة قوي بصراحة يا شوق، مش قادرة بموت. أنا ما قتلتش حد، أنا ما قتلتش حد. طب إيه اللي حصل؟ أنا بريئة بقولك، صدقيني والله ما قتلتش حد. ماما أنت عملتي إيه فهميني؟ عبد الله ورا كل حاجة، هو اللي رتب كل حاجة، أنا ما عملتش حاجة. يعني إيه طيب؟ إيه اللي حصل؟ هو عايز ينتقم مني، عايز يوديني في داهية، عايز يوديني في سجن. ما تسيبنيش يا عيطن، ما تسيبنيش يا حبيبتي. لو قلتلك إني مبسوط وأنا معاكي هتصدقيني؟ ولو قلتلك إن أنا مش مصدقة حكاية إن أنت عمرك ما حبيت دي هتصدقني؟ صدقيني عمري ما حبيت. صعب، صعب في وضعك ده شوية، يعني أنت راجل غني وغني قوي كمان، يعني أكيد في ستات كتير قوي بتحاول تتقرب منك. أكيد طبعاً، وأنا استجبت لكتير حاولوا يقربوا منك. شفت؟ يبقى أنا ما كنتش غلطانة. كاميليا، أنت عشتي مع جوزك وعمره ما كان قريب منك، صح؟ صح. إحنا بقى اللي بندور عليه ما حدش هيحس ولا هيفهمه غيرنا إحنا الاتنين وبس. ابتديت أخاف منك. ليه؟ عشان صريح؟ عشان بتقول كلام كتير جوايا لكن ساعات ما بعرفش أعبر عنه. مش أنا غني وعندي ملايين، بس صدقيني الدنيا ظلمتني زي ما ظلمتك أنت كمان. أنا لازم أمشي. إيه؟ هتسيبيني؟ أنت ليه طول الوقت بتكلمني كأن في بينا قصة حب كبيرة وقديمة؟ ده حقيقي، إحنا عشنا قصة الحب دي جوانا وما كناش لاقيين اللي يستاهلها. دلوقتي خلاص أنا لقيتك ومتأكد إن أنت تستاهلي كل المشاعر اللي جوايا دي. أنت عايز إيه مني؟ عايز أعيش العمر كله معاكي. وأنت قلت لي إن أنا اللي هختار وأنا اللي هقرب. ده صحيح، بس مش قبل ما تعرفي عني كل حاجة وعن حقيقة مشاعري ناحيتك. ده مش هيحصل طبعاً إلا ما نكون قريبين من بعض. طب ممكن تسيبني اروح؟ مش قبل ما نروح المشوار اللي وعدتك بيه. انا مش هسيبك لما اتاكد ان انت حطيت رجلك على اول الطريق السليم. اتفضلي. انا كلمت لك المحامي وعرفت منه ان انت تقدر تتخذ اجراءات عشان تشوف ابنك. انا في اجراء واحد بس دلوقتي عايز اعمله، اللي بيها ان انا احقق اهم حلم في حياتي. ايه هو؟ اتجوزك. انا خلاص عملت حسابي ان احنا اخر الاسبوع ده نكون في بيت. على فكره انا كنت عايز اقول لك كده من غير ما تقول. انا من هنا ورايح مش عايزاك ولا تخطط ولا تفكر ولا تتعب نفسك. انا هظبط كل حاجه. انا خلاص عرفت طريقي وماشيه فيه ومش هستغنى عنه ابدا. حاجه كمان اهم حاجه، يعني انا كلمت دكتور محمد وخلاص هو قال لك متبرع مناسب قوي، وهو قابل ان هو يتبرع لك بالكليه بتاعته. بس انا من غير بس، من غير بس عشان خاطري. انا عايزاك بس تسمع الكلام، اوعى تقول لا. لا طب انا مستحيل ادي الواحد فلوس عشان يديني حته من جسمه، انا مش موافق على كده ابدا. تاني هنقول نفس الكلام؟ اه تاني. ولو سمحت يا نجلاء سيبيني الموضوع ده خالص لحد ببقى مستريح ان انا اعمله. لو عايزانا ناجل الجواز لحد على فكره. لا خالص، مش دي الفكره. انا عايزاك تخف، عايزك تخف عشان عايز اعيش معاك العمر كله. وعلى فكره يعني انت لو فاضل لك يوم واحد بس انا برضه هتجوزك. ماشي. لا والله قاعد ولا على بالك تسمع لي مزيكا ولا همك البنت اللي كانت هتموت نفسها عليك، مش كده؟ بقول لك يا مارو،
أنا شارب سيجارتين عسل ومش طالبة أي فصلان. قشطة؟ وبعدين يا حبيبتي أنت ما شاء الله عليكي ما تخافش عليكي أبدا، عارفة بتعملي إيه كويس. لا والله مش عارفة أنا هعمل إيه أصلا في حياتي ولا بعمل إيه. أمال طوحة أعمل إيه؟ كويس كلمته من شوية وهنزل قبله بعد ما أسيبك. طب دي حاجة جميلة. الحقني يا عمد، الحقني يا عمد. في ايه مالك؟ ما هو تقبض عليها، مش عارفة اتصرف، مش عارفة اعمل لها حاجة. طب بس تهدي اهدي خالص ما تقلقيش. اهدي ايتن، اهدي كده وفهميني ايه اللي حصل بالظبط. يلا عشان تاكلي. ماليش نفس. لا لازم تاكلي، انا اسمع ان الحامل لازم تتغذى كويس عشان البيبي. انا بفكر انزل اللي ببطني ده. تنزلي ايه انت مجنونه؟ لا مش مجنونه على حاجه يا بنتي. انت مش قلتي لي ان انت متجوزه رسمي؟ اه رسمي. والزفت اللي انت متجوزاه دوت غني وعنده فلوس كتير؟ خدي كلي. لا مش عايزه. ايوه ستي عندي فلوس كتير. خلاص يبقى خليه ونطلع عين ابوه وناخد اللي وراه واللي قدام. الفكره يا شو أمي مش اللي وراه واللي قدام، انا اصلا مش عايزه ابص في وشه، مش طايقه اشم ريحته تاني. مش عارفه هتفضلي تتصرفي بعبط لحد امتى. اوعي تعملي كده. اللي ربنا يديله هديه وما يقبلهاش هيفضل ندمان طول العمر. اسمعي كلامي. هو ايه اللي بيحصل في بيت خليل؟ وانت ما تعرفيش؟ لو النبي. مش خليل هتتجوز. يا دي المصيبه، ومين اللي وقع الوقعه السودا دي؟ جمال. يا دي النيله المنيله بستين نيله. لا 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 لا، شفتي كهن النسوان؟ الوليه فضلت وراه لغايه ما جابته الارض. بقول لك ايه؟ انا هقول لك نصيحه للخير والله. بنتك دي طيبه وهبله. قطة مغمضة، الناس دي ما تنفعهاش. قلت لها يا اختي انما هي اللي ماسكه فيه بايدها واسنانها. لا بقول لك ايه، انت لازم تنصحيها. ضحك عليها وهي عبيطة وهي لسه ما تعرفش. انصحيها يا جمالات. غلطت انما ما فيش فايدة فيها بقى. طب ده انا عايزة اسألك سؤال بس تردي من غير كده لف ولا دوران. انت عارفة عني ان انا بلف وادور؟ بقول لك ايه؟ عبد الله راح فين؟ قطع وقطعت ايامه رد السجون. ده كان هيضحك عليا لولا ربنا. ربنا انقذني منه. انقذك؟ يا سلام يا خليلة، والله الواحد ما عارف يقول ايه ولا عارف اقول لك
على السعادة اللي أنا حاسس بيها دلوقتي. تسلم إيديك يا حبيب. سيبك بقى من الكلام ده، احنا عايزين نقعد كده نفكر ونعرف هنعمل ايه مع الراجل اللي ما اتصلش بينا لحد دلوقتي. الراجل مين؟ عزت بيه طبعا. لا فيه ولا فيه يا خليلة. يو احنا في وقته، انا بقى مش هرتاح ولا يهدالي بالا لما اعرف الراجل ده هيعمل معانا ايه، هنشتغل معاه ولا لا. خلاص بقولك على حاجة، بكرة انا هتصل بيه واسأل واستفسر. لا لا تتصل ولا تقرب من التليفون، هو قال هو اللي هيكلمنا، سيبه لحد ما هو يتصل بينا. يا ستي مش جاهز الراجل ده، عايزنا نلح عليه شوية. لا يا جمال، هو لا عايز حد يزن ولا يلح عليه، تلاقيه دلوقتي كده عمال بيقلبها في دماغه وبيفكر وبيحسب حساباته وفي الاخر يقرر اذا كنا هنشتغل معاه ولا لا. شكلك كده زي ما تكوني عارفه ايه اللي لازم نعمله بالظبط. اقول لك الحق، انا اول ما بصيت في عين الراجل ده عرفت هو عايز ايه بالظبط. طب وفهمت ايه منه؟ هقول لك فهمت ايه. الراجل ده له ميزان واحنا دلوقتي ميزان، بس مزن عنده لما عدل ولا مايل، مستني شويه كده لحد ما يتظبط وساعتها هو اللي هيقرر ان احنا نشتغل معاه ولا لا. ايه ده؟ مين هيجينا دلوقتي؟ مش عارف. طب شوف. مش ده بيت الست خليله؟ ايوه هو. عزت بيبي ميسي وبيقول لكم الف مبروك. اتفضل اتفضل حط الحاجه هنا. قول للباشا ربنا يبارك فيه واحنا خدامينه واللي يؤمر بيه عينينا ليه. امرك انا. شكلي انا اذنكم. اتفضل. شكرا كتر خيرك انت. اتفضل. ايه ده بقى؟ ده الرد يا جمال. ده الرد؟ ما بترديش عليا. انت كويسه؟ لا 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 بالراحه عشان اقدر افهم الكلام. الو الو. مساء الخير. مساء النور. ايه ده؟ في ايه؟ مالك؟ تعالي هنا. ايه؟ ابدا متضايقه شويه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اختك ايتن مالها؟ قابلتيها وقالت لك حاجه مش لطيفه؟ يا ريت. امال امها دخلت السجن. يا بزبطي السودا، امها دخلت السجن ليه؟ ايه اللي حصل؟ تخيلي انها قتلت جوزها. يا لهوي، قتلت الراجل وعبته في اكياس؟ يا بزبطي السودا، وانت عرفتي ازاي؟ الهانم ايتن. ايوه. جت النهارده عند احمد في الشركه وعرفت منها كل حاجه. وهي ايه اللي بيوديها عند احمد في الشركه؟ ما اعرفش، بس الواضح ان هما بيتقابلوا كتير ومن زمان. منى 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 الحقي ايتن. لا هي كويسه، هي امها اتسجنت. مين؟ لا لا لا، دي قتلت ابوها. آه جوز امها. اه لا، احنا لازم نتقابل عشان نروح للبنت. حرام، ما يصحش. يلا تعالي لنا. انت رايحه فين؟ عايزه ايه؟ يلا بينا نروح لها. لا انا مش رايح لحد طبعا. يا بنت عيب، دي اختك عيب. بقول لك ايه، انا اول ما شفتها في المكتب دخلت على احمد اترمت في حضنه وهاتك يا عياط، ما قلتليش حتى ازيك. معلش خليك انت اللي احسن. يلا بينا. لا انا ابقى احسن ليه؟ انا هعمل كل واحد بمعاملته. يا بنتي عيب كده، حرام، عيب، دي اختك. طب ما هو انا لازم اروح. طب انا رايحه. هاري اسود ومنيل، قتلت الراجل دي هتتشنق. الحقيقه موقفها صعب جدا، لان في شاهد على كل اللي حصل. ابنه كان موجود وشاهد انها قتلته، كانت عايزه تقتل اللي معاها كمان. لا لا لا، مستحيل مستحيل مامي تعمل كده، مستحيل. احنا مالناش دعوه بالمستحيل او مش مستحيل، احنا لنا دعوه باللي قدامنا يا مدام ايتن. الشهود بتقول ان هي اللي قتلته، وبعدين الجثه اتحولت للطب الشرعي، هناك بقى يقولوا كلمتهم. لا ما ينفعش، مامي لازم تخرج. اهدي يا ايتن، اهدي اهدي، ان شاء الله يكون كله خير. يا متر يا متر، شوف لنا اي سكه. سكه زي ايه يا احمد بيه؟ اي سكه، اي سكه يا متر. انت عارف احنا مش عيله صغيره زي ما انت عارف، وشغلنا في السوق واسمنا كبير وانا بيني وبينك انا اسمي خاف عليه، انا خاف اسمي يتهز في موقف زي ده. ارجوك ارجوك شوف لنا اي طريقه وباي تمن، اعمل اللي تقدر عليه وانا هظبطك. والله يا احمد بيه الحكايه محتاجه تفكير شويه ودراسه القضيه. فكر
فكر وادر زي ما انت عايز، خد وقتك ان شاء الله يكون خير. انا مش هوصيك يا متر، ما تقلقش. انا عايزك تعدي عليا في المكتب، عايزها في موضوع مهم جدا. زي ايه؟ لا موضوع كده هبحكيه لك لما تجي لي ان شاء الله، بس الموضوع لو فهمتني فيه مظبوط هحلي لك بقك. نورت الدنيا يا متر. السيد احمد. شكرا. كاميليا، انت بتعمل ايه هنا؟ ايتن، ايتن يا كاميليا في موقف زي دوت وعايزاني اسيبها؟ انت مجنونه ولا ايه؟ غريبه، اول مره اعرف انك اتغيرت يعني وبقيت راجل. سكر، ما تسكت لسانك شويه. ايتن يا حبيبتي، انت كويسه؟ صحيح اللي احنا سمعناه ده؟ ايه ده؟ انتوا ايه اللي جايبكوا هنا؟ انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ انا ما طلبتش حد فيكم يقف جنبي. مش مصدقه اللي انت بتقوليه ده يا ايتن. احنا اخواتك ماما حصل لازم نقف جنبك. اخواتي ايه وبتاعي؟ انتوا جايين تشمتوا فيا. نشمت فيكي ازاي؟ احنا اهلك. انا ماليش اهل. لا يا ايتن، لا لا مش للدرجه دي يعني. يا جماعه في ايه؟ انتوا اخواتكم ما ينفعش تعملوا كده مع بعض. ما تزعلوش منها. هي طبعا اعصابها تعبانه بسبب الموقف اللي حصل لها ده. لا انا اعصابي مش تعبانه. انا كويسه. انا كويسه قوي. وعارفه كويس قوي انا بقول ايه وبعمل ايه. او تكونوا جايين فرحانين فاكرين ان احنا وقعنا. لا خالص، مامي بكره تخرج وكل حاجه هترجع احسن من الاول كمان، وهو ده اللي احنا بنتمناه. مامي بقول لك ايه، بطلي بطلي سهواكه. انت بالذات انا فهماكي كويس قوي. انا؟ ايوه انت. ده عايز تلعبي دور الكبيره العاقله اللي مسيطره على كل حاجه ومتحكمه في كل حاجه؟ امشي امشي اطلعي بره يلا. انت بتطردينا؟ بس احنا الغلطانين عشان جايين خايفين عليكي وعايزين نقف معاكي. وخدي بالك احمد ده اول واحد هيخلع لو ما لقاش مصلحه من وراكي. الله جرالك يا منى، في ايه مالك النهارده؟ برضه استناك عليا كده ليه؟ ما تلمي نفسك في ايه؟ عيب، ما يصحش كده. عيب ايه وزفت ايه؟ وانتي اخر كلام، لو احتجتينا هتلاقينا موجودين ومش هنقول لك لا عشان احنا اخوات. لو احتجتكم؟ ده انا يوم ما احتاج لكم هموت نفسي الاول. انتي كده كده هتموتي ومحدش هيلحقك غيرنا. وانتي السبب في موت بابا. جالك وطلب منك انه يقابلك ويتكلم معاكي وانتي رفضتي. واكيد اتكلمتي معاه بنفس الطريقه اللي بتكلمينا بيها. انتي باينه عليكي مجنونه. انا مش مجنونه. وعارفه وفاهمه كويس قوي انتي وامك عملتوا ايه. لكن انتي بقى اللي عايزاكي تعرفي حاجه عمرك ما فهمتيها ولا هتعرفيها. ايه بقى يا ترى؟ بابا لحد لما مات كان بيوصينا عليكي. كان دايما بيقول نخلي بالنا منه. وما نزعلش منك ولا نبعد عنك مهما عملتي ومهما حصل منك. كان دايما يقول لنا انه بيحبك زيك زي ميرا او زي اي واحده فينا. كان عنده استعداد انه يعيش سنين عمره كلها بعيده عنك ومستحمل قسوتك بس عشان يشوفك سعيده. كان دايما بيقول لنا اوعى نبعد عن بعض، لان لو بعدنا عن بعض هنتوه. عارفه ليه؟ لان بابا ما عملش غيرنا، لا عمل فلوس ولا اصحاب ولا لقى حد يحب. ما كانش عايز اكتر من اننا نحب بعض ونحبه. خلصتي؟ يا ريت تكوني خلصتي الكلام لهبل ده عشان انا مش فاضيه لكم. يلا يا بنات. كارثة ومصيبة وقرف وقع على دماغنا. الناس هتقول ايه لما تعرف اللي اسمها ايتن اختنا دي امها قتلت جوزها؟ هي سمعتنا كانت ناقصة؟ يلا الحمد لله، مش كل اللي نعرفهم يعرفوا ان اللي اسمها ايتن دي تبقى اختنا. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني هنسيبها؟ نعم يا اختي؟ امال عايزين نعمل لها ايه؟ مروة، وانت مفيش أي حاجة بتأثر فيكي؟ يا ست بالعكس، والله العظيم أنا متضايقة لها جدا، بس لازم أفكر في نفسي كمان. وانا لازم عشان اتضايق افضل اعيط عشانها؟ ممكن مش عايزه اسمع كلام. كفايه بقى. كاميليا انا هروح لها بكره. براحتك. انت ما بتحسيش؟ ما عندكيش دم؟ يعني بعد ما طردتك عايزه تروحي لها تاني؟ البيت اللي اسمها ايتن دي لازم تحس ان هي اللي محتاجه لنا، هي اللي تجري علينا وتقول لنا الحقوني، مش انت تروحي لها تاني. مروه ارجوكي اسكتي شويه. يا سلام، يعني الكلمات هي اللي وقفت في الزور.
طب بص بقى يا كاميليا، بكرة هتعرفي إن أنا بقوله هو الصح، خلاص؟ كاميليا أنا مش هسمع كلام البت دي، البت دي جبروت. عايز الحق، اوعي تقولي إنك موافقة على الكلام ده. جزء كبير من كلامها صح. أيضاً لو ما حسيتش بينا وما حسيتش إنها محتاجانا عمرها ما هتقبل أي حاجة مننا. مش مهم هي تقبل، المهم إن إحنا نعمل اللي علينا وخلاص. خلاص شوفي إيه اللي أنت عايزة تعمليه وأنا معاكي. رايحة فين؟ عايزة أقوم أنام، تعبانة شوية. طب ممكن أتكلم معاكي 10 دقايق؟ ماشي. مالك يا كاميليا؟ أنت زعلانة عشان شفتي أحمد هناك؟ لا 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 خالص، أنا بس مستغربة يعني إيه اللي عرفه على أيتن وإيه اللي خلى رجلي تاخد على هناك. هو لسه في دماغك؟ لا بس أنا بتفرج على كل حاجة حوالي بشوف قد إيه كنت عبيطة ومش شايفة حاجة. وأنت عايزة إيه بالظبط؟ يعني إيه؟ يعني عايزة إيه من نفسك وعايزة إيه من الناس؟ عايزة توصلي لإيه؟ أنا مصدومة من نفسي قوي، عملت حاجات كتير من غير هدف. يعني اتجوزت عشان بابا يبقى مبسوط، ولا أنا كنت مبسوطة ولا قدرت أسعد الراجل اللي معايا. بس دي حاجة خلصت خلاص يا كاميليا. لا دي خدت أحلى سنين عمري اللي مش هعرف أعوضها. أنا كان عندي 17 سنة لما أمي ماتت، فجأة حسيتني بقيت في دوامة، حسيتني كبرت 100 سنة. بقيت ببصلكم وأنا مش عارفة المفروض أعمل إيه. بابا قال لي انتي بقيتي مكان مامتك ولازم تاخدي بالك من اخواتك. بقيت ابص لكم مش عارفه اكون ام ليكوا ازاي، وازاي انا اقدر اعيش سني. بقيت مقسومه نصين، نص بيتخانق مع نص. أنا عارفة إني ظلمتكم، بس ما هو أنا ما كنتش أعرف المفروض أعمل إيه. اتعاملت معاكم بكل الخوف اللي جواي، خفت عليكي وعلى صمر، ما خليتكمش تعيشوا سنكم. معرفش أعمل إيه، خفت على نجل مرضها لدرجة إني عقدتها وبقت مش قادرة تنزل من البيت. خفت على مروة لدرجة إنها بقت متمردة عليا. خفت عليكوا كتير لدرجة إني خايفة تكونوا كرهتوني. وخفت على ميرا لدرجة إنها بقت مرتبطة بي، خايفة تكونوا كرهتوني. أنتِ بتقولي إيه؟ إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ عارفين أنا اكتشفت إيه؟ إيه؟ إني اتجوزت عشان أهرب من المسؤولية، أهرب إنكم تكونوا مسؤولين مني. تعرفي إنك هبلة يا كاميليا؟ عارفة. على فكرة بقى أنتِ عمرك ما ظلمتينا ولا كنتِ السبب في أي حاجة وحشة حصلت لينا. بس الحقيقة إحنا كلنا مبسوطين وأنتِ قدامنا كده قدام عينينا. بس ربنا يخليك لينا يا أحلى أخت في الدنيا. الدنيا ريشة في هواها،
طايرة بغير الجناحين، واحنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين؟ في الدنيا، في الدنيا. خلاص انا ما عنديش مانع، وانا وعد حضرتك ووعد الحر دين عليه انك هتنبسط مننا قوي. اه الاستاذ جمال ساكت يعني؟ لا باشا، احنا تحت امر سعادتك، يعني احنا من ايدك دي لايدك دي تعملنا كده احنا تمام. طب اتفضلوا اقعدوا. متشكرين. انا عشان خاطر الست خليله وعشان انا متاكد منها اللي طلبتوه هيبقى جاهز من بكرة الصبح، بس عايز أشوف الهمة بقى. اطمن يا باشا، وراك رجالة. خلي بالك أي حد هيشتغل معاكي أنت المسؤولة عنه. طبعا يا باشا أنا المسؤولة، ولو أي حاجة حصلت إحنا لا شفناك ولا عرفناك ولا لينا علاقة بيك من أساس. ليه؟ هو أنت فاكرة أن أنا هسيبك لوحدك مهما حصل؟ مش فاهمة حضرتك تقصد إيه؟ يعني طالما بتشتغلي معايا وولائك كله ليا لا يمكن هسيبك. يا باشا احنا خدامينك ولينا الشرف. لا انا ما بشغلش خدامين عندي، انا اللي يشتغل معايا لازم راسه تبقى مرفوعه لفوق، وطالما شايف شغله كويس يبقى هيبقى عالي عندي قوي. الشغل بتاعنا اساسه العدل، العدل هو اللي هيخلي المؤسسة اللي أنا بنيتها على كتافي متماسكة، ولا يمكن هظلمك ولا أظلم الأستاذ جمال ولا أي حد بيشتغل معايا، وكل واحد وليه مكانته. يعني لازم تعرفي كويس قوي إن أحمد مكانته أعلى، وكل ما حافظتي على مكانة غيرك كل ما حافظتي على مكانتك وعيلتي. وافتكر الأستاذ جمال موظف حكومة وعارف التدرج الوظيفي كويس. طبعا يا باشا كل كلام سعادتك مظبوط، بسم الله ما شاء الله، ده انت ولا عقليه مدير عام والله. اه بس احنا بقى غير الحكومه خالص، احنا بنرفع الناس سلمه بناء على الكفاءه والشغل اللي بيقدمه للمؤسسه. اطمن يا باشا ولا يكون عندك فكره. الاهم من كده بقى الولاء، الخيانه يعني الموت، اتفقنا؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ولا الضالين آمين. حضرتك ما عندكش فكرة أنا مبسوطة قوي إن حضرتك وثقت فينا. يعني مبسوطة يا ست خليلة؟ قوي يا باشا. طيب ابعتيلي متولي ولا لسه ما بيقدرش يمشي؟ ولو ما يقدرش ده يجي لحضرتك على رموش عيون. نستأذن بقى حضرتك، إحنا خدنا من وقتك كتير. يلا يا جيمي. جمال أمرنا يا باشا، أنا ما أحبش اللي يشتغل معايا ما يبقاش لي دور. لازم تثبت لي إنك جدير بالشغل معايا، ماشي؟ هتتبسط، هتتبسط بقى يا باشا والله. هنشوف. السلام عليكم. أنت جاية ليه؟ رايحة تعملي إيه؟ وهتقولي إيه؟ أنا رايحة عشان أعرف أيضاً وأخبارها إيه. بتضحكي على نفسك، أنت رايحة عشان تبقي معايا، لسه في حتة في قلبك عايزة تبقى قريبة منه. لا أنا فعلاً قلقانة على أيضاً. آه أحمد مقصر فيا، بس أنا خلاص شلته من دماغي، ولو في حاجة جوايا ناحيته مش أكتر من إنه ابن عمتي. بقولك ايه؟ ابعتيلي يا ابو كرم قولي ان انا عايزه بسرعه بسرعه. انت مش هتبطل جنان بقى ولا ايه؟ لا مفيش جنان ولا حاجه، انا عاقل وعارف انا عايز ايه كويس.
والله تبقى عبيط لو زعلت مني. عادي يعني تعصب شوية وبتاع وقلت لك مش عايزك، لكن انت عارف انت عندي ايه. انا عمري ما استغنى عنك يا عادل. كلمة وطلعت وجت في وقتها. سامحني يا احمد، انا مش هينفع اشتغل معاك تاني. انت متضايق عشان كمال يا صح؟ هتلف لي وهتمثل لي فيها؟ ما تفضفض معايا يالا وافتح لي قلبك، ها؟ نسيت احمد بتاع زمان؟ حبيبك؟ شقك؟ بتاع الحارة؟ هو فين احمد بتاع زمان؟ بتاع الحارة اللي انت بتقول عليها؟ اللي حارة كنا ولاد بلد عندنا شوية عادات وتقاليد كده عايشين بيهم، هم دول اللي كانوا باقيين لنا بس. عادات ايه وتقاليد ايه بس؟ والله العظيم يا عادل، والله العظيم زي ما بقول لك كده، انا اللي بعمله ده في مصلحة كاميليا. ايوه كاميليا دي لما تتجوز واحد زي عزت باشا ده هتتبسط، هتعيش يومين. انت جوزت قالوا كمان؟ يا ابني كاميليا، كاميليا يا احمد. ايه اللي كاميليا؟ كاميليا يا احمد، كاميليا يا احمد، مالها كاميليا؟ حلوة؟ هي حلوة اه ما اقدرش انكر، بس يعني زي ما تقول كده دماغها فاضية. يعني انت ما بتحبهاش؟ كنت واحنا عيال صغيرين ما اقدرش انكر اه، بس اللي هو عارف انت اللي هو الحب بتاع اعدادي وثانوي دوت، يعني اللي هو الواد بيصاحب الموز عشان يتنظر بيها قدام اصحابه وبتاع والكلام دوت. وبعدين بيني وبينك موضوع ان هي ارمله ده عامل بيني وبينها حاجز. يعني انا حقك يا ابو حميد يعني انك يعمل حاجز وبراحتك يعني، بس اللي مش من حقك انك ترميها على عزة يعني تعتبر كاميليا حاجه مش مهمه وترميها كده. وبعدين لقيتها بعد ايه يعني؟ المبادئ والقيم اللي كنت لسه بكلمك عليها. يا ام القيم والمبادئ اللي انت وجعت بيهم راسي يا ابني. اسمع انا هجيب لك الناحيه. انا هقول لك على حاجه، اعمل نفسك مش موجود خالص ماشي؟ ها؟ يعني اكنك مش شايف حاجه قدامك يا عادل. وبعدين ده موضوع يخصني انا ما يخصكش انت يا اخي. ازاي يا احمد اللي انت بتقوله ده؟ اذا كانت كاميليا بنت خالك فهي عشره العمر وتربيه معانا وقريبه لينا، وبعدين لو هي حصل لها اي حاجه انت مش هتزعل؟ رد عليا، مش هتتضايق؟ عايز ترميها لعزت؟ ترميها لعزت؟ طب ايه رايك بقى؟ ان هي مبسوطه ومتكيفه من الليله دي. كانت معاه امبارح خلاص؟ وافقت انها تشتغل الشغلانه اللي هو جايبها بتاعت دار الترجمه ولا معرفش ايه. ماشي؟ وممكن جدا بكره تيجي تقول لي ان انا اللي عايز اتجوز عزت، ساعتها بقى يا بطل انت هتعمل ايه؟ مش هيحصل يا احمد، مش هيحصل. ادخل هيحصل وهتشوف، وبكره تقول احمد قال، ولو ما حصل كيمو. انا ما لقيتش السكرتيره بره. مش ممكن يا سبحان الله، والله العظيم كنت لسه في سيرتك حالا، حتى اسالي عدوله، والله زي ما بقول لك كده، تعالي. ازيك؟ عامله ايه يا كاميليا؟ انا همشي. ليه؟ مش هتسلم عليا؟ احنا بقالنا يومين ما شفناش بعض. انت كويسه؟ يا اهم حاجه عن اذنكم. عملت ايه مع ايتن؟ ايتن؟ ايتن كله تمام، انا ظبطت لها كل حاجه، جبت لها محامي وهيبقى معاها وهيخلص لها كل الحاجات، ما تقلقيش انت بس الموضوع ده خالص. انا قلت كده برضه. شكرا. سلام. ايه اللي شكرا سلام؟ كاميليا هو انت كنت جاي عشان الموضوع ده بس؟ والله ما فاكره انا كنت جاي عشان، بس كنت جاي عايزه طلب تاني. يعني شايفه انك علاقاتك كبيره وناس واصله، وميرا غايبة عن البيت بقالها فترة وبتكلمني من تليفون غريب، وكنت بقول يعني لو تقدر انك تساعدني عشان نعرف هي فين او نوصلها، لانه انا قلقانه. طيب واجب نعرف صح هي فين. ايه ده يا كاميليا؟ انا بس اهدي بس شوية، انا والله بس الفترة اللي فاتت دي انا كنت مشغول شوية انا اسف، بس اللي انت عايزاه كله انا هعمله. اكتب لك رقمها بس اوعى تنسى عشان انا خايف عليها. سلام.
في الحقيقة يا أستاذ مروان أنا جاي أتكلم معاك في موضوع هو مش وقته خالص بس لازم تسمعه. سمعك. أبوك الله يرحمه ما كانش حابب أبداً ارتباطه بالاسمها زينب دي. أنت إيه علاقتك بالموضوع ده أساساً؟ لا أنا هقول لك كل حاجة في وقتها. الله يرحمه والدك كان صاحبي جداً وعشرة عمر وكان واخد شيكات من اللي اسمها زينب دي مضيع له عليها وكان عايز يخلص الموضوع ده بس عايز يخلصه بعيد عنه خالص فاختار ان انا قصدني قال لي عبد الله خد الشيكات دي وروح خلصها من زينب انا رحت لزينب وضغطت عليها وكتبت لي ساعتها تنازل بالشركه باسمي انا وانا ضحكت عليها ما ادتلهاش الشيكات وقلت لازم أديها للمرحوم بس ساعتها كمات تفضل يا ابني زينب دي حية عقربة خلصت على أبوك وضحكت عليا لولا إن أبوك كان أشطر وأذكى مني كان زمانه دلوقتي متشعلة في حبل المشنعة لا ده انا عايز اعرف كل حاجه بالتفصيل وبالراحه انا اللي عاوزك تعرف اهم حاجه انك شفت ابوك بيتقتل قدامك ابوك مات مسموم الست دي يا مروان لازم تتعذب على الاقل تاخد فيها اعدام ابوك كان راجل طيب يا مروان كان راجل طيب وهي ست قويه وعفيه عاوزه تاخد فلوسه الفيلا الشركه نقلت الاحساس ده حتى لبنتها اللي اسمها ايتن ايتن كانت عايزه تسيطر على الشركه عايزه كل حاجه عايزين يخلوا ابوك على الحديده انا قلت له الكلام ده 100 مره شفت انت بتقول ايه انا متاكد واثق 100% انك مش هتسيب حق ابوك خالص الست دي لو ما ماتتش في السجن وخرجت انا هقتلها بايدي لا تقتل ايه احنا وش كده برضو احنا هنصلح الغلط بغلط مروان انت كان والدك الله يرحمه قال انك انت متجوز بنتها الصغيره صح؟ حلوه قوي الكلام ده عاوزك بقى مروان تنتهز الفرصه دي كويس قوي انت تمسك البنت الصغيره دي من رقبتها تخليها زي ما تكون رهينه عندك تعذبها ما تسيبهاش الا لما تاخد اعتراف رسمي قدام النيابه من زينب ان هي اللي قتلت ابوها لازم يا مروان لازم مفيش حد في الدنيا هياخد حق ابوك غيرك انت يا ابني عندك حق برافو عليك يا مروان برافو عليك ابن ابوك ايه يا ابو كرم الحاجه المهمه اللي انت عايز تقولها لي جمال وخليله مالهم كانوا عند عزت بيه عزت كانوا بيعملوا ايه عند عزت؟ خلي بالك يا احمد انا عايز اقول لك حاجه مهمه. عزت بيه مالوش عزيز ومن مصلحته ان احنا نتخانق مع بعض عشان يفضل هو فوق. ما تنساش كمان ان متولي مش ناسي ان انت السبب في كسر رجله. طب بص يا ابو كرمه انا عايزك تعرف لي ايه اللي هيحصل بالظبط. يا سلام من عليا وحاجه تاني وجيه انت يا اخي ازاي بتقدر تعرف انا عايز اقول لك ايه؟ يا باشا انا خدامك بص يا احمد بيه السياسه زي المخدرات بس المكاسب اللي بتيجي من ورا منها اكتر بكتير مما تتخيل ده لو انت عارف عايز ايه ورايح فين بس الحكاية دي يا أبو كرمة
عايزة هدوء وروقان بال ومخمخة عشان أفهمك واحدة واحدة وأقدر أوزن الأمور صح. هذه الحكاية من أولها لآخرها. طب وبعدين؟ إيه العمل بقى دلوقتي؟ الشركة بقينا براها والشيكات معاه وأنت أهو دلوقتي في السجن. أعمل أنا إيه؟ عبد الله، عبد الله لازم يدخل السجن، لازم يتعلق في حبل المشنقة، لازم يعرف إن اللي عمله ده مش هيعدي بالسهل أبداً. إزاي؟ معرفش، بس أكيد في حل. أنت إزاي سبتيه يعمل فيكي كده؟ إزاي ضحك عليكي؟ غباء، كنت غبية، كنت فاكرة إن بكده هحقق اللي نفسي فيه كله، هخلص من سمير وآخد الشركة. أنت عارفة إن مروان قال للأمن لو شافوني بقرب بس من الشركة يرموني برا؟ طب والمحامي؟ المحامي قال لك إيه؟ المحامي مش مطمن، بيقول إن الموضوع مش سهل خالص، بس أحمد راح له وقال له يتصرف، يلاقي حل. ما تثقيش في أحمد، إحنا مش ناقصين بلاوي. هو أنا بثق فيه بمزاجي، أنا مضطرة أثق فيه، أنا مش لاقي حد غيره، هثق في مين يعني؟ مين اللي ممكن أتكلم معاه وأبقى مطمنة له؟ أنا هتجنن، مش قادرة أصدق، إزاي بعد السنين دي كلها لا قدرنا نعمل فلوس، ولا علاقات ولا أصحاب؟ أنا مضطرة أثق في أحمد، ما عنديش حد غيره أثق فيه. طب خلي بالك من نفسك. خلي بالي أعمل إيه؟ أراقبه؟ ولا جاب له اتنين مخبرين يمشوا وراه؟ أعمل إيه يعني؟ مش عارفة، مش عارفة، أنا هتجنن. وأنا كمان خايفة وقلقانة أوي، أنا ما بنامش، حاسة إن كل حاجة كانت غلط، أكيد كل حاجة كانت غلط فعلا. أنت عارفة مين الوحيد اللي كان صح؟ دخول. صباح الفل. اهلا اهلا يا منى، ده انا كنت لسه اكلمك حالا. ليه بقى يا ترى؟ ليه؟ كنت عايز اطمن عليك يعني عشان تعرفي بس ان مش لوحدك اللي من حقك تطمني على الناس. انا سالت عليك الدكتور وهو طمني وقال لي كمان ان نفسيتك بقت احسن بكتير. الحمد لله. ايه ده؟ انت سايبه شغلك وجايه تتكلمي معايا ولا ايه؟ اسيب شغلي ده ايه؟ تفكرني هبلة ولا ايه؟ لا طبعا انا ما ضيعش وقت ابدا، انا عارفة متأكدة ان كل حاجة ماشية زي ما انا عايزة واكتر كمان. لا افهم بقى. بص يا سيتي، عندي كده صحابي جدعان، عارفة لو حصل لي اي حاجة انهم هيبقوا في ظهري. طب قولي لي بقى الشغل ماشي ازاي؟ انا عندي مندوبين اصحابي كانوا بيلفوا معايا ايام ما كنت بلف في الشارع، بفضلك انت طبعا بقى عندي مخزن صغير، يجوا هما ياخدوا البضاعة وينزلوا يجيبوا لي التقرير وانا لم الفلوس. يعني خد بالك هبقى المنافس بتاعك في خلال سنة. تعرفي أنا هبقى مبسوط جدا لو بقى عندك شركة خاصة بيكي. طيب إن شاء الله هيبقى ليا شركة قريب قوي، أنا واثقة من الكلام اللي أنا بقوله ده. أنا ليا عندك طلب، ممكن؟ اتفضل قول. ممكن تتولي إدارة الشركة عندي لغاية ما أقوم بالسلامة. أيوة بس أنت هتخرج بكرة أو بعده بالكتير. أيوة بس أنا هخرج من هنا على البيت ولسه فيه مشوار العلاج الطبيعي والشركة عايزة مجهود كبير وأنا مش هقدر على كل ده لوحدي. ايوه بس قرار زي ده ممكن يعمل مشاكل كتير في الشركه. قصدك لؤي يعني؟ طبعا يا شيخه، لؤي ده اخره عندي اللي انت بتشوفيه كده. طب اقول لك حاجه الصراحه. الصراحه وضعه كده وحش قوي. قصدك ايه؟ مش فاهم. حاسه انك انت مشغله مرمطون بس باسم شغلانه تانية، صح ولا انا غلطانه؟ لا هو كده فعلا. اخص عليك يا مدحت، هو انا قصرت في حاجه؟ طب بص بقى، يعني معنى انك انت تخليني ادير الشركه يبقى انت واثق فيا. طبعا. طب مش خايف بقى ان انا استغل ده لصالحي؟ وانا مش هزعل. لا افهم بقى. هنا انا ليا عندك طلب. اتفضل قول. هتفهميني؟ ها انا اكتر واحده في الدنيا دي بتفهم الناس يا منى. انا محتاج حد جنبي. المحنه اللي انا مريت بيها خلت الواحد يفهم اللي ما فهموش ويعرف اللي عمره ما كان هيعرفه هو سليم. انا كنت متخيل ان انا عمري ما اعرف، لكن فجاه وقعت. ناس كتير جت عشان تجاملني، لكن بعد ما قعد وقال الكلمتين اللي هم حافظينهم اختفوا، حتى التليفون ما بقاش يرن.
انت متضايق من كده؟ انا بس خفت، خفت من الوحده. انت عارفه ان انا كنت طالب من مروه ان انا نتجوز قبل الحادثه؟ اه عارفه. لو قلت لك دلوقتي ان انا مش عايزها خالص. ليه؟ عشان يعني ما سالتش عليك؟ لا اكتشفت بس ان انا كنت بفكر غلط، لازم اعيد حساباتي كلها من الاول وجديد. انت بس عشان تعبان دلوقتي، بس اول ما تقوم بالسلامه هترجع زي الاول. لا لا صدقيني يا بنا انا اتغيرت. طب سيبك من الكلام ده دلوقتي وقول لي عاوزني اعمل ايه. انا عايزك تديري الشركه بدالي. وهتتحمل اللي انا هعمله؟ انا متاكد انها هتبقى احسن من الاول كمان. طيب انا همشي بقى وابقى اطمن عليك. سلام. سلام. انت هتنزلي من هنا على الشركه على طول مش كده؟ لا طبعا، انا هنزل اشوف الموظفين بتوعي الاول، شغلي اهم من شغلك. انا بني ادمه واضحه وصريحه. ماشي يا منى وانا موافق. طيب بقول لك ايه، بدل ما انا هدير، ايه رايك استغل الحكايه دي لصالحي؟ وانا موافق على كل اللي انت هتعمليه. طيب سلام. مع السلامه. لا بالنسبه لسامح ده تشيليه من دماغك كانه مش موجود في الحياه تماما، كانه انتهى. انا قلقانه قوي. قلقانه؟ قلقانه وانت مع حماده؟ عيب عليكي. انت ايه لسه مش واثقه فيا ولا ايه؟ لا طبعا، انا لو مش بثق فيك ما كنتش جيت لك وطلبت منك انك تقف جنبي. شوف يا بيتي، انا عايزك تطمني تماما، تحط في بطنك بطيخه صيفي. لازم تعرفي انك في ايد امينه، او بمعنى اصح في ايد احمد. المهم دلوقتي احنا عايزين نظبط الامور كلها. انت ليكي حقوق لازم نحافظ عليها، وخصوصا ان مروان اكيد حطك في دماغه وعايز يطيرك يعني من الشركه ومن الفيلا، ولا ايه؟ انا ما عادش ليا اي حاجه. ما عادش ليا اي حاجه. يعني ايه مش فاهم؟ مامي اتنازلت عن الشركه لواحد اسمه عبد الله، والفيلا باسم سمير، ومامي متهمه انها قتلته، يعني ملهاش انها تورث فيه. يعني عايزه تفهميني ان انت دلوقتي بقيت على الحديده؟ يعني مش قوي يعني. لا تمام تمام، ما تلاقيش، كل حاجة هتتظبط إن شاء الله. أنا لو اتطلقت من سامح هاخد 1,000,000 جنيه بالمؤخر، بس هيبقوا كل اللي معايا. 1,000,000 جنيه؟ تمام. كويس. طيب قول لي بس أنت عملت إيه مع سامح؟ الحقيقة سامح هرب. هرب؟ أنا مش عارف إزاي ده حصل بصراحة. أنا ما كنتش عارف أقولها لك إزاي، بس هذا اللي حصل. بس صدقيني أنا مش هسكت، أنا هقلب الدنيا لغاية ما أجيبه تاني. بقول لك يا أيتن، أنا عندي ميعاد دلوقتي، أروح وأرجع لك هتستنيني ولا؟ لا لا، أنا هقوم أمشي وهبقى أكلمك بعدين. ميرسي أوي. مالك؟ شكلك متضايق. لا خالص، مشاكل في الشغل بس مش اكتر، ما تشغليش نفسك. انا بقى مبسوطه قوي اني قاعده معاك. بجد؟ وانا كمان. تعرف ان انا طول عمري بسمع عن كلمه صداقه وعمري ما فهمت معناها غير دلوقتي، وبالذات بعد ما بشوف طريقتك معايا. ممكن اسالك سؤال وترد عليا بصراحه من غير لف ودوران؟ أنا عمري ما لفيت ولا دورت عليك يا كمال. طب ليه دايماً تكون متضايق من عزت؟
ليه كل ما بحس انه بيقرب مني او بيعمل معايا اي حاجه لطيفه ده بيضايقني؟ في حاجه انا ما اعرفهاش؟ ممكن اكون خايف عليكي، ممكن يكون مش عاجبني طريقته معاكي، مش اكتر يعني. بس كل اللي عايزك تعرفيه ان انا لما بقولك على حاجه بلاش او شخص محدد بعيد عني بيكون هدفي الوحيد مصلحتي مش اكتر. انا عارفه ومتاكده من ده، بس مش عارفه اقول لك ايه. انا حاسه اني مرتاحه لعزه، معرفش ليه. ممكن نمشي؟ لا انا لسه عايزه اقعد اتكلم معاك. إيه لو عايزه تقعدي تتكلمي معايا تبقى اسمعي كلامي، اما اقول لك على حاجه تقولي نعم من غير ما تتناقشي معايا. الناس دي مش زينا وحياتهم غير حياتنا. طيب بس انا معرفش ليه مرتاحه لعز. وبعدين في حاجه تانيه اهم من كل ده، انا واحده ست ارمله وانا شايفه ان هو مناسب جدا ليا، خصوصا وضعه ومركزه. انا في ناس كتير بتتشائم مني، محدش ممكن يعوز ان ابنه يتجوز واحده ارمله، وفي رجاله كتير ما بتحبش تشوف واحده ست ارمله. دول مش رجاله. امال دول ايه؟ دي الحقيقه. طول ما انت بتبص بالمنظور ده يبقى عمرك ما هتعرفي تقيمي نفسك كويس. عشان كده كنت عايزه اقعد اتكلم معاك. انا بقعد اتكلم ما تسمعيش اي حاجه. بس حطها على طول نصب عيني. اوعى تفتكر ان انا بعمل اي حاجه غير وانا بفكر في الكلام اللي انت بتقوله. لا انا مش عايزك تفكر، انا عايزك تسمعي وخلص. عزه ده تبعد عني من غير ما تساليني ليه. ممكن؟ ممكن. ما افتكرش انك هتعملي كده ابدا. انا كل اللي كان في بالي اني اقف جنبيها مش اكتر. تعرف يا احمد ان انا وانت زي بعض بالظبط. علشان كده انا كنت فاهمه ايه اللي في دماغك بالظبط. وايه بقى اللي كان في دماغي؟ الشركه. انت كنت متخيل ان ايتن هتورث وطبعا هتاخد ملايين، والملايين بتحب الملايين، صح؟ لا مش صح، فلتت منك دي يا مار. المشكله بقى ان انا ما بحبش مدحت ده خالص، ولا حتى بحب وجهي. كل شويه بفكر لو اتجوزت مدحت ده هستفيد ايه، وبرضه لو اتجوزت وجهي هستفيد ايه. بس الاكيد ان انا مش هستفيد حاجه من مدحت. بعد الجواز هيبقى عادي، ليل بنهار قدام بعض، فمش هاخد من اللي انا عايزاه، ففكس. انت شكلك النهارده جايالي وانت واخده حبايه الصراحه. انا جايلك عشان عايزه اظبط حياتنا مع بعض. عيقنا؟ أنا وأنت لو بقينا مع بعض هنكسر الدنيا وهنبقى فوق فوق أوي. مش فاهم يعني إزاي. مثلا وجيه، وجيه عايز بنوتة حلوة وشيك يمشي يتباهى بيها قدام الناس. وجيه ما بيديش حد حاجة غير اللي هو عايز يديها وبس. وما تنساش اللي نعرفه عنه أقل بكتير من اللي ما نعرفهوش، وده مش حلو وخطر. وبعدين؟ وبعدين أنا وأنت لو بقينا مع بعض هنعمل كل اللي احنا عايزينه. تقصدي ايه يا مرة؟ يعني أنا عارفة أنت عايز ايه بالظبط. عايز فلوس، شركات، سلطة، تعيش مستريح وبالك مرتاح. وأنا كمان عايزة اللي أنت عايزه بالظبط. يبقى لازم أنا وأنت نبقى إيد واحدة. حلوة أوي. وعشان أنا وأنت نبقى إيد واحدة لازم نفضل مع بعض على طول. بالظبط، ابتديت تفهمني. وعشان نفضل مع بعض على طول يبقى حاجه من اتنين، يا اما نتشارك وانت طبعا معكيش اللي تقدميه عشان نبقى شركه سوري يعني مش قصدي، يا اما ايه؟ يا اما نتجوز. ما انت بتفهمها يا طايره اهو. طب
وكاميليا. كاميليا؟ ومالها كاميليا إن شاء الله؟ كاميليا ممكن تتضايق يعني. تتضايق إيه؟ ده لو ما كانش كاميليا أصلاً قررت تبقى مع عزت. وهي كاميليا قررت تبقى مع عزت؟ يعني لو كاميليا حست إن إحنا قريبين من بعض أو هنتجوز، ده خليها يعجل في قرارها من جوازها من عزت. إزاي بقى؟ علشان أنت حسستني إن هي لسه مرغوب فيها وإنك أنت اللي خسرتها. يا بنت اللعيبة. أنا بقى عايز أسألك على حاجة. أنت تسألي على حاجات مش حاجة واحدة. مهتم قوي ليه بجوازة كاميليا وعزت؟ يعني بيني وبينك قلت أعمل حاجة بآخرتي، نوفر رصين في الحلال وهو يبقى في ميزان حسناتي. يا ننوس عن أمك. اهلا وسهلا. شايف؟ شايف الدموية ازاي ردت في وشك بعد ما اتجوزت؟ عشان تعرف ان خليل ادمها ادم الخير. نورت يا ست سيدة. الله يخليك. اهلا بيكي، اهلا بيكي. اعمل لك شاي يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي، ده شاي ولا شربات تعالي عايزاك. خير يا رب. بردي يا حبيبتي. نعم. نقطتك يا عروسة. نقطتك يا عروسة. كتر خيرك يا اختي، خيرك سابق. اقعدي. عايزه اسالك سؤال بلا مؤاخذه يعني. اتفضلي. اؤمري. جمال يا اختي النبي حارسه صايمه، ما اعرفش عبد الله اللي كان ساكن في عماره جمالات راح فين؟ هسالهولك. حاضر. اصله كان سالف مني 50 جنيه ومشي كده، اللي عرفنا له طريق جره ولا راح فين، وانا محتاجاهم قوي يا اختي. من عينيا يا سيده هسالهولك. سؤال تاني يعني ولا مؤاخذه؟ لا مؤاخذتك معاكي، اسالي يا اختي براحتك. انت مبسوطه في الجواز؟ قوي قوي يا سيده. طيب اصل انا قافله الباب ده من ساعه المرحوم، بس مش هقول لك بقى على الناس واقفه ازاي وزن زن زن. قلت اسالك اعمل ايه؟ اتجوزي يا سيد، اتجوزي يا اختي وخلاص. والنبي. اه. طب قولي لي بقى، انت وقعتي جمال ازاي؟ ما وقعتوش، وقع لوحده. اقوم اعمل لك شربات ولا ليكي شوق في حاجه تانية؟ يا اختي على كون النسوان، مش عايزه تقولي عشان مبقاش زيها، انما والنبي من نبى النبي نبي، لأكون معدية قدامها ومعلقة في إيدي شاب قمر قمر ومنور كده وصغير وافرشها. سمر. سمر. إيه؟ جبت فستان الفرح. الله، وريني بقى. هيعجبك قوي. الله، ده حلو قوي 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 قوي. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك. المفاجأة الكبيرة بقى. ايه هي؟ مجدي حجز قاعة كبيرة قوي قوي قوي، والفرح الخميس الجاي. يا مجنونة، الخميس اللي جاي على طول كده؟ اه. طب ما كنتي تقولي لنا بقى عشان نعمل حسابنا. أنا على علاء صراحة مش هعمل حساب أي حد، أنا وهو أهم حاجة في الدنيا دي كلها. يا بنت المجانين. مين دي اللي بنت المجانين؟ الهالة جابت فستان الفرح وحجزت القاعة وهتتجوز الخميس اللي جاي. بتتكلمي بجد؟ يا غدي جميلة، مبسوطة قوي قوي. أنكد عليكي بقى شوية؟ ما ينفعش يتأجل شوية الموضوع ده؟ لا. ليه؟ إيه اللي ليه؟ مامة أيتن في الظروف اللي هي فيها دي، وإحنا هنعمل فرح وزفة و... الله، وهي كانت عملت اعتبار لأي حاجة. بقول لك ايه يا حبيبتي، نسيها خالص وشيليها من حسابك. انا شفتها النهارده. انت رحت لها ولا هي اللي جات لك؟ ولا ده ولا ده، اتقابلنا صدفه. عملت ايه تاني؟ اتاسفت. اتاسفت؟ بس
صعبت عليا قوي، كانت مكسوره كده لدرجه ان انا كنت عايزه اخدها في حضن، بس خفت. ليه؟ ليه ما انت عارفاه؟ لا ولا اي حاجه بقى يا حبيبتي. بصي احنا زي ما احنا هنعمل الفرح هنعزمها كمان. بقول لك البت مقهوره على امها، تقول لها تيجي وسطنا ونقعد احنا نفرح وزفه وفرح، ايه المناظر دي؟ يا حبيبتي احنا هنعزمها تيجي تقعد معانا وتتسلى معانا وتقعد بينا. والله جت اهلا وسهلا بيها، ما جتش بقى هي حره ومش عايزه تعرفنا، واللي عملته معاك يبقى حلاوته. يلا طب يلا بدل ما حد يلا. انا عايزه كل الملفات الخاصه بالشركه وكمان الاسماء العملاء بتاعتكم. والله انا اسف جدا، حاجه زي كده لازم امر مباشر من الاستاذ مدحت. بس الاستاذ مدحت هو اللي طلب مني ان ادير المؤسسه بالنيابه عنه لحد ما يقوم بالسلامه، وتقدر كمان تتاكد من كده بتليفون صغير. انا مش بكذب حضرتك لا سمح الله، بس دي اسرار المؤسسه كلها، وصعب ان هي تطلع كده، ممكن يعمل معايا حكايه. ويعني من غير زعل وانا اسف يعني، وانا عارف انك هتقدري اللي انا بقوله ده، انا هروح لحد المستشفى اخد منه ورقه بامضته عشان ابقى خليت مسؤوليه. اتفضل. انا اذن حضرتك. تأمري بحاجه؟ لا شكرا. برافو عليكي. هو ايه اللي برافو؟ عرفت تلعبيها صح وخلتيه يعمل لك اللي انا ما عرفتش اعمله. ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده؟ اوعي تفتكري ان انا زعلانه، والله انا مبسوطه. على الاقل واحده فينا عرفت تحط رجليها. مروه انا بتضايق من الكلام اللي انت بتقوليه ده. جرى ايه؟ وانت عبيطه؟ انا عايزاك تلعبيها صح زي ما بتلعبيها. الشركه دي مش صغيره، واسم مصنعها في العالي، يعني احنا نقدر نستفيد استفاده مش طبيعيه. خليكي شاطره كده وركزي، هو دلوقتي حاطط كل ثقته فيكي، وانت الكل في الكل. خدي تحت جناحك لحد ما تفضلي قاعده مربعه. انت تسكتي خالص، مش عايزه اسمع الكلام الرخيص اللي انت بتقوليه ده. انا هنا بس عشان اراعي مصالح الشركه مش اكتر، واول ما يقوم بالسلامه ويقعد مكانه انا هسيب كل حاجه، انت فاهمه؟ هو انت عبيطه؟ لا مش عبيطه، وعارفه كويس قوي انا بعمل ايه. يبقى انت قصده ان انت تعملي كده عشان تثبتي له ان انت فعلا مش عايزه منه حاجه، صح؟ طب ما هو انا فعلا مش عايزه منه اي حاجه. جرايه يا منى، هو انت قافشه عليا كده ليه؟ مروه انا مش عايزه اسمع منك الكلام ده خالص، بجد انا بزعل عليكي. ليه بتزعلي عليا؟ ان شاء الله انا زي الفل. مش حابه اشوفك كده. لازم تعرفي ان الراجل ده لو اسوأ واحد في الدنيا وقف جنبي، وانا لازم ارد الجميل مش اكتر. وقف جنبك انت على حسابي انا، الراجل ده كان بيفكر يستغلني وانا كمان هستغله. مش جايز لو كان حس منك انك مش طمعانه كان الوضع اختلف. هيختلف ازاي يعني؟ بصي يا مروه لازم تعرفي ان مدحت مش في دماغي خالص. ولا انا يا منى. مروه والله العظيم ما في دماغي، انا اصلا عايشه قصه حب عالمي. مع مين ان شاء الله؟ وجيه؟ وجيه مين يا ماما؟ لا 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 خالص، مش وجيه ولا في دماغي. امال مع مين؟ احمد ابن عمتي. ايه انت مجنونه؟ ليه ان شاء الله؟ انت عارفه ان كاميليا كانت كانت ودلوقتي هشيلها من دماغها. مش صح. لا صح. انت ازاي تعملي حاجه زي كده واختك كانت بتحبه؟ اعمل ايه؟ حبيته. اعمل ايه في مشاعري؟ مروه بطلي حركاتك دي وهاتي من الاخر. اخر ايه والجو بلدي القديم بتاعك ده ايه؟ انا واحمد حسينا ان احنا بنحب بعض وهنكون كويسين مع بعض. وكاميليا مالها؟ كاميليا كاميليا دي هتفضل زي اللقمه في الزور كده واقفالي؟ وبعدين هو ما بيحبهاش وشايف ان هي ما تنفعوش، نجوزها له بالعافيه عشان الست كمان ما تزعلش؟ لا يا ستي بس. بس ايه؟ طب ما انت اهو قاعده في مكتب مدحت واخده بالك من مصالحه وخايفه عليه ورايحه جايه تزوريه، وبكره لما يخرج المستشفى تزوريه في البيت. مش مدحت ده كان هيموت عليا وعايز يتجوزني؟ قلت حاجه انا؟ الوضع يختلف. لا ما يختلفش، بس انت اللي مش واخده بالك. اقعدي يا حبيبتي على مكتب مدحت وخدي بالك منه كويس. خلاص؟ سلام. خدوا الواد ده ورمولي في اي داهية. واحدة واحدة بقى عليا كده، قول لي من الأول عشان أنا عايز أفهم. مش محتاجة فهم. لا محتاجة أبو كرمة. ماشي يا أبو حميد. بص يا أبو حميد، الدنيا دي كلها بتدور في ساقية واحدة. اللي بعد أبو كرمة. واللي بيدور الساقية دي يتعدوا على الصوابع. يا أبو كرمة اللي بعده. محدش فيهم يقبل إن أي حد يركب مكانهم إلا إذا كانوا متأكدين إنه منهم وزيهم. وكل واحد فيهم ليه الرجالة اللي بيشغلوا لهم مالهم ويجيبوا لهم الفلوس لحد عندهم من غير ما يتعبوا. مش عارف ليه يا ابو كرمة انت دايما بتحب تلف وتدور عليا، ما تجيب من الاخر يا عم وتخلصني. اوكي يا ابو حميد،
واحد زي الجبالي ده ثروته 16 مليار، تقدر تقولي جابهم منين؟ اوعى تقولي جابهم من بقى السواطير والسكاكين اللي هو بيصلحهم. تقصدي يعني من الممنوعات؟ لا ممنوعات يا ابو حميد، الممنوعات دي بقت موضه قديمه خلاص. امال ايه؟ من تشغيل الدماغ، تشغيل الدماغ والقدره على معرفه الوضع اللي هو فيه. واحد زيك انت مثلا اهو طلعت في اقل من شهر، وده كله ليه؟ لانك فهمت اللعبه بتتلعب ازاي. صح. شوف ابو حميد، انت لازم تعرف الناس دي وتوصل لهم، واللي هيوصلك ليهم هو وجيه. وجيه وجيه، يعني تقصد دول ان وجيه ده عين من عينيهم؟ تمام. وجيه واللي زيه دول بيلعبوا لعبه كبيره قوي. عارف ايه هي يا ابو حميد؟ قول لي انت. السياسه والمال زي الرقاصه والطبال، الطبال مش ممكن يستغنى عن الرقاصه، والرقاصه مش ممكن تستغنى عن الطبال، وكل واحد فيهم عارف كده كويس وفاهم قوي الكلام ده. والنقطه تنزل تحت رجلين الرقاصه، يجي عيل صغير ملوش اي لازمه يلم النقطه دي ويحطها في عبه ويديها لصاحب الكباريه، وصاحب الكباريه يرمي لهم الفتافيت رغم ان هم اساس اللعبه. تقصد موجيه ده هو الطبال؟ بالظبط يا ابو حميد. مين بقى الرقاصه اللي بترقص والناس بتدفع لها دم قلبها؟ احنا يا ابو حميد. احنا زمان كانوا البيض بيستعبدوا السود ويشقوهم ويعذبوهم لغايه لما البيض ياخدوا الخير وهم بيتفرجوا عليهم كده وحاطين رجل على رجل، وبعد كده يسجنوهم يقتلوهم. لكن الوضع ده ما ينفعش النهارده. يعني لازم يفضل عبد تحت ايدي يعمل اللي انا عايزه من غير ما يحس. بالظبط. ولازم برضه يبقى حد عنده القدره وفاهم انه يطلع ويبقى في الصف الاول. وديك حاجه من اتنين، يا اما يتقتل عشان ملوش مكان، يا اما يوجد لنفسه مكان. الله ينور عليك يا ابو حميد، الحمد لله على السلامه يا اخي، اخيرا فهمت. بس احنا كده مكرمه، احنا كده ممكن نروح فيها بطريق خطر. لو حاولنا نوصل ممكن نروح فيها. احنا لازم نوصل، ولما نوصل مش هنفكر في حد تاني. تفتكر ان احنا هنقدر نوصل؟ لازم نوصل حبيب ابو كرمه. حبيب ابو احمد.
ماله يا احمد؟ مش وحش. ما هو انا زي ما كنتش واخده بالي منه من زمان. يا ترى ايه اللي في مخك يا مروه؟ انا خايفه عليكي من نفسك. نفسي بكره يخلص، عايزه افتح واغمض الاقي نفسي مع مكتي. مين اللي جايلنا دلوقتي؟ جاي تترمي في حضننا ولا ايه؟ الدنيا العجيبة دي. عيب يا مروه الكلام ده. انت هتستعبطي؟ انت نسيتي اخر مره رحت لها عشان تقفوا جنبها عملتيكوا يا بنت؟ انا غلطانه اني جيت هنا. تعالي بس اقعدي اقعدي، انا مش غلطانه ولا حاجه، اقعدي. لا بقى يا غلطانه. يا بنت اخرسي شويه، خشي اوضتك ما اشوفكيش النهارده. انت بتقولي لي كده عشان دي؟ ايوه دي. دي تبقى اختك. من امتى اختي؟ من زمان قوي، احنا بس ما كناش واخدين بالنا. خلاص يا ستي هتمشي، وانتي لابسه لبس العرايس ده بس اقعدي. جعانه؟ انت كمان هتاكليها اكلنا؟ يا بنت مش مكروشه ولا مضروبه، انا عارفه مالها دي. الله، طب اشربوها بقى. تعالي يا حبيبتي اغسلي وشك ولا خدي شاور ولا. بصي انا بعمل كوبايه ليمون، انما ايه؟ هو انتوا مش متضايقين مني اني جيت هنا؟ لا مش متضايقين. متضايق ده ايه يا هبه؟ ده بيت عبد العزيز، يعني بيت ابوكي، يعني بيتنا كلنا. خديها في حضنك يا كاميليا. يا بنت اخرسي شويه. قومي قومي معايا، تعالي كده بقى، انا هواقك كده وهفرجك حاجات جميله عندي في الاوضه، وانت قومي اعملي لنا عشاء. محدش يجيب التونه بتاعت التلاجه. مش هنيجي جنب التونه. تاكلي ايه؟ تعملي لك كفته؟ معلش. ادخلي. دي أوضة بابا، حبيت أسيبها زي ما هي، ما غيرتش فيها أي حاجة، سبت أوضتي وجيت قعدت هنا. تحبي أسيبك لوحدك شوية؟ لا، خليكي معايا. انتي عارفة يا كاميليا، أنا عمري ما قابلته كويس، مرة جالي الشركة وكان واقف بعيد، كان بيبص عليا، عملت نفسي مش شايفاه. مش عايزاه يجي يسلم عليا، كان على طول بيتصل بيا ومش برد عليه. جالي قبل ما يموت بيوم واحد، طلب مني يقعد معايا بس انا مرضتش، قلت له لا. واديني اهو، يوم ما الدنيا ضاقت بيا جيت على بيته،
بتتحبى في من الناس. أنا كنت وحشة أوي يا كمال. ردي وشك يا مروه. اكولك ببنك ولا اعمل له ايه؟ يعني مش فاهمه. الدم التقيل ده هخففه لك بشويه ميه يا خفيفه. يا بنتي بلاش الكلام ده، دي اختك مهما كان. البنت دي جت هنا بعد ما الدنيا قفلت في وشها خلاص. دي لو واقفه على رجلها ولا شد حيلها شويه كانت ولعت فينا كلنا يا هبله. طب افرضي هي وحشه، تكوني انت زيها؟ لا هكون اوحش منها. هي عدوتك يا بنتي؟ اه عدوتي. ايه رايك بقى؟ مش عايزه حد يتكلم معايا في الموضوع ده تاني. وبقول يا اختك النصحه الكبيره، ما تطلبش مني ان انا اتكلم معاها ولا اتعامل معاها خالص، عشان دي تعبان وسمها هيبقي فينا كلنا ان شاء الله قريب. روحي يا منى اندهي لها تيجي تتعشى. يلا يلا. انتوا مش جعانين بقى ولا ايه؟ لا طبعا جعانين. يلا. لا معلش انا معلش بقى. ايه احنا عملنا اصلا عشا عشان خاطرك. يلا قومي. لا انا مش قادره والله. يلا بقى بلاش غلاسه. منى. نعم. وانتي زعلانة مني؟ اه طبعا زعلانة منك. انتي ما شفتيش نفسك لما جينا لك، كانت طريقتك زي الزفت. يا رب نخلص من طولة اللسان وقلة الأدب على المسا. بس المسامح كريم، أنا بس بفهمها. انتي عارفاني كويس قوي يا كاميليا، أنا قلبي أبيض ما بيشيلش من حد. وبعدين اللي يبعد عننا هو الخسران، واللي يقرب مننا هو الكسبان. يلا يلا بقى يا حبيبي. يلا بي. يلا. ولا ده احنا هنوريكي أكل غريب بنحطه على العشاء. عجيب مش فاهم ازاي بنعمل كده. بس هقول لك حاجة، انتوا مش جعانين بقى ولا ايه؟ لا طبعا جعانين. يلا. لا معلش انا معلش بقى. ايه احنا عملنا اصلا عشا عشان خاطرك. يلا قومي. لا انا مش قادره والله. يلا بقى بلاش غلاسه. منى. نعم. وانتي زعلانه مني؟ اه طبعا زعلانه منك. انتي ما شفتيش نفسك لما جينا لك، كانت طريقتك زي الزفت. يا رب نخلص من طولة اللسان وقله الادب على المسا. بس المسامح كريم، انا بس بفهمها. انت عارفاني كويس قوي يا كاميليا، انا قلبي ابيض ما بيشيلش من حد. وبعدين اللي يبعد عننا هو الخسران، واللي يقرب مننا هو الكسبان. يلا يلا بقى يا حبيبي. يلا بي. يلا يلا. ده احنا هنوريكي اكل غريب بنحطه على العشاء. عجيب مش فاهم ازاي بنعمل كده. تعالي. لو سبعة خلاص حطي دولاب. تعالي اقعدي يا حبيبي، نورانا. خش اندهي المزغوده قوليها تيجي تطفح. خلاص يا كاميليا كبري دماغك، هي حره بقى. هي مروه مش عايزه تاكل عشان انا موجوده؟ لا يا حبيبتي تلاقيها، بس مفيش حاجه في الدنيا تمنعني ان انا اقعد في بيتي واكل. بيتك وبيت قله ادبك على المسا. طب انا عايز طبق التونه بتاعي ده. يا بنتي ما قدامك طبق تاني. ده بتاعي. بقول لكم ايه، فاكرين بابا كان بيعمل ايه لما كان يجمعنا حواليه ويبقى فيه اكله حلوه؟ ودي حاجه تتنسي؟ عارفين يا بنات انه وحشني قوي. هو بابا كان حنين؟ يلا يا بنات التورته وصلت. احسن انا جعان واكلها لوحدي والله. ايه هاكلها لوحدي دي؟ عايش لوحدك في البيت ده، في بنات جوه تاكلك. ايه الجمال الطعام ده؟ كل سنه وانت طيب يا بابا. والصحه والسلامه. ان شاء الله السنه الجايه تكون احلى من السنه دي. مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. انما ايه التورته الجميله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجو الحلو؟ كمان تورته؟ اه ونص شوكولاته ونص فانيليا. كل سنه وانت طيب. يا احلى اب في الدنيا. يا رب يخليك لينا يا رب. انت جبتها لنا منين دي يا بابا؟ كل سنه حضرتك طيب يا احلى بابا. انا بقى نجمه الحفله. الله 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 الله. ايه الستايل الجديد ده؟ كل سنه طيب يا حبيبي. شفت يا بابا مضيعه فلوسنا كلها عليك. بس يعني يا بابا الروزيه جميل. اوه
كل سنه وانت طيب يا حبيبي. صح سلامة. يولو لابسه فستان احلى اب في الدنيا. حبيبتي يا حبيبتي امين. سلمي لي يا رب ويبارك فيك. يلا بقى لينا يا بابا يا رب. طيب مين اللي هيقطع التورتايه دي وياكل اول واحد فيها؟ اقول لك انا مين؟ اللي سابت حياته القصور والفخفخه والعربيات بات عشان تعيش مع بابا موظف البسيط الفقران. يا بابا انت احلى ام في الدنيا، مين ما يحبكش؟ وانتوا كمان احلى بنات في الدنيا. على فكره عايزين واحنا بناكل التورتايه ما ننساش ان لينا اخت تانيه، كل حاجه حلوه ناكلها نفتكرها لانها نصيب فيها. اوكي؟ اوكي ماشي. احنا كلنا بقى نقطع التورتايه سوا. يلا ادي السكينه امسكوا معايا. يلا كل سنه وانتم طيبين. طيب يا بابا. يلا بقى يا سيدي الناس. يلا قطعوا بقى. سمعنا حاجه. سوري. سمعنا حاجه بقى. اتفضل. ايوه يا بابا كده حاجاتنا بتاعتك الحلوه دي. قسم. قسم قسم التورته ولا قسم على قسم تدوق. عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي نعيش فيها واللي يرضيها واللي يقاس فيها. الدنيا ريشة في هواها طايرة بغير جناحين، واحنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. الدنيا ريشة في هواها طايرة بغير جناحين، واحنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين؟ الدنيا. كنت بحس اني اجمل واحده في العالم، هو الوحيد اللي كان بيفهمني. لما كنت ابص في عينيه احس ان الدنيا واسعه، واسعه لدرجه اني عاوزه اجري والعب واتنطط وكاني طفله صغيره. حضنه كان كل املي، صوته لوحده كان بيحسسنا بالأمان. كنا بننام واحنا مستريحين. هو انتوا ليه يعني قلبتوا القعدة نكت كده؟ انت عارف وفاهم كويس انا عايز ايه يا ابو كرم. احب اسمع يا ابو حميد. مش عارف ليه يا اخي بحس ان انت بتحب تلعبني. ابدا والله، انا بس بحب افهم اللي انا عارفه عشان ما يحصلش اي خطا. انا عايز ابقى فوق. طب ما انت بالفعل فوق يا احمد. لا لسه ابو كرم، احنا لسه صغيرين، لسه بنحبي، احنا لسه حتى ما حطناش رجلينا على السلمه الاولى. ده بقى يتوقف على اللي في دماغك يا ابو حميد. انا عايز افهمك حاجه، انت لو بتعتقد ان انت عاوز يبقى عندك فلوس اكتر تبقى غلطان. انت دلوقتي بتعتبر مليونير، ساكن في فيلا شيك في مكان محترم مش اي حد ممكن يسكن فيها، ده غير بقى الشركه الهايله والتجاره اللي مش ممكن تخسر وعلاقاتك اللي بتحميك.
انت عارف ايه عيبك يا ابو كرمة؟ عارف الحذر. انا بقى ما يهمنيش كل الهري اللي انت بتقوله ده، ولا يهمني فيلا، ولا يهمني ملايين، انا يهمني القوة. الفلوس هي القوة؟ لا، السلطة هي القوة. فبتعتقد ان الناس اللي عندها القدر انها تمنحك السلطة والقوة سهل كده ان هم ياخدوك في حضنهم؟ وايه اللي يمنع؟ بص يا ابو حميد، مش عارف اذا كان الكلام اللي هقوله لك ده يضايقك ولا لا. الدنيا مقسومة نصين، نص بيدير الكون كله وهو فوق بيتفرج على الناس وبيشرب افخر انواع السجاير وبيشرب الكاس وبيتفرج عليهم، والنص التاني انا بقى عايز ابقى في المصورة الام، عايز صعب. ابقى في المصورة الرئيسية. صعب يا ابو حميد. ليه صعب؟ لان هما اللي بيختاروا. هما مين دول؟ مش عارف ليه حاسس ان انت عارفهم واحد واحد. عارفهم واحد واحد دي لا، لكن عارف الطريق كويس. طب ما تدلني عليه، ما انا بلغي في ايه من الصبح؟ يبقى لازم تزيح اللي قدامك واللي واقف عقبه في طريقك. ازيحه بس؟ ده نفرمه. صعب يا احمد. وايه اللي صعبه؟ مش يمكن يكون اقوى منك؟ تالك الاقوى هو اللي بيقرر وينفذ، الاقوى هو اللي بيقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. بص يا ابو حميد، عزت بكل الهيلمان اللي هو فيه ده ما بيملكش حاجه، هو بس بيدير فقط لا غير. يعني ايه؟ عزت شغال باموال ناس كبيره قوي، منهم ناس في الخارج وناس جوه البلد، وبيحط مكسبهم في حساباتهم بشكل منتظم، وبالتالي بيتم حمايته بشكل متكامل. انت مالك عمال تلف وتدور عليا ليه؟ ما ترغي وتجيب من الاخر. مين الناس دي؟ الناس اللي انت عمرك ما هتشوفهم في حياتك غير مره او مرتين. الناس دي هي اللي بتتحكم في المجتمع، بتتحكم في المجتمع وبتلعبهم زي العرايس زي ما هي عايزه، وهي اللي بتحدد الاسهم اذا كان طالع ولا نازل، وهي اللي بتحكم برضه في الناس وبتقول مين يكسب النهارده ومين يخسر، ومين يطلع ومين يداس بالرجلين. عايز تقول ان عزت هو العقبه اللي واقفه قدامي؟ بالظبط كده. وجيه ده هو السلمه الاولى صح؟ وجيه ده الاسانسير. السياسه والمال الفاسد بينهم عقد جواز عرفي، محدش يقدر يسيب التاني والا يفضحه. انا على فكره بدات اتخنق منك. ليه يا ابو حميد بس؟ عشان انت ما بتجيبش من الاخر يا ابو كرم، مش عايز تجيب كل اللي في بطنك. انا قلت كل اللي في بطني كل اللي في قلبي، بس انت اللي مش واخد بالك. وجيه بيعايز حضرتك. وجيه جاب نفسية القط جاي نط. قوم بينا ابو كرمه لما نشوف السلمه الاولى عايزه ايه. اتفضل يا حبيبي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده حبيبي؟ ازيك يا وجيه بيه؟ بص يا ابو حميد، اتفضل. انا جاي النهارده عشان اتفق معاك على حاجه. طيب بس نقعد الاول وبعد كده نتكلم. اتفضل يا باشا، اتفضل. بص بقى يا احمد بيه، انت من النهارده مش ملك نفسك، انت ملك الناس اللي بتمولك، والناس اللي بتمولك دي مش بتحب الكلام الكتير واللوكلوك والاستفسارات اللي ملهاش اي لازمه. لا انت شكلك مش عارف بتتكلم مع مين كويس. لا معلش، انا عارف كويس قوي انا بتكلم مع مين. مش عارف ليه شامم ريحة تهديد في كلامك. تهديد؟ ومين قال انه تهديد؟ انا جاي معاك يعني عايز احط النقط على الحروف، عايز اتفق معاك اتفاق يناسبني ويناسبك. وانت فاكر يعني اواجه بيه عشان انا في يوم من الايام قررت ان انا اعتمد عليك تقوم تمسكني من ايدي اللي بتوجعني يعني؟ ومين قال الكلام ده؟ بالعكس والله، شوف انت بتقول ايه وانا بكلمك في ايه. طب بقول لك ايه يا وجيه، ما تيجي نعتبر ان المقابله انتهت. المقابله انتهت؟ بس احنا لسه ما خلصناش كلامنا. لا انا مش عايز اكمل معاك كلام، مش عارف كده حاسس ان طريقتك كده مش عجباني. في ايه يا احمد؟ انت واخدني على الحامي كده ليه؟ عايز تطردني من بيتك؟ اقصد يعني بسم الله ما شاء الله فيلتك. شوف يا وجيه، اولا
عشان تتكلم معايا لازم يبقى كلامك خالي تماما من اي اسلوب تهديد. وازيدك بقى من الشعر بيت، اعتبر ان اي اتفاق ما بيني وما بينك مش موجود، ملغي. ملغي؟ مفيش مشكله، بس انا ما ينفعش اقوم من غير ما اخلص اتفاقنا. لا احنا خلاص عمر ما هيبقى في اتفاق ما بيننا كده. ماشي ماشي يا احمد بيه، ابقى قرارها والنبي. ليه كده بس يا ابو حميد؟ بس ابو كرم انا عارف انا بعمل ايه كويس بصراحه، انا قلقان منه. لا ما تقلقش، عايز يفهمني ان ايده طايله، عايز يحسسني ان هو على مني. ده بعده، انا لو سبته كده هيتمادى فيها. ما تقلقش انا بلغيك في الصح. يضايقك لو قعدت معاكي؟ لا خالص، اتفضل. اشكرك. انا طبعا مش هقول انها صدفه، وانا طبعا مش هصدق انها صدفه. طب ايه، مش هتطلبي لي حاجه ولا ايه؟ اه طب. لا 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 لا، انا بهزر. على فكره انا متابعك من ساعه ما خرجت من الشغل، وانا كنت هكلمك عايز اشكرك على التوصيه الفظيعه اللي انت عامله. المهم يكون الشغل عجبك. أو كان عندك حق أما قلت لي لازم أشتغل في الكارير بتاعي. حقيقي حاسة إن أنا كان لازم أعمل كده من زمان. أنا عمري ما أقول حاجة إلا إذا كنت جد فيها. وأنا مبسوط قوي عشان أنت مبسوطة. أنت بتحرجني. ليه بتقولي كده؟ بتعمل حاجات كتير حلوة عشاني وأنا بقبلها، وده ممكن يخليني أعمل حاجة أنا مش عايزاها. مين اللي قال كده؟ هي الدنيا بتقول كده. لا يبقى أنت فاهمة الدنيا غلط. بقولك إيه، أنا جعان، تاكلي معايا؟ آكل معاك. أوكي. متر قولي عندكوا سمك إيه؟ كل أنواع السمك يا فندم. طيب أعمل لي تشكيلة على ذوقك أنت. شوف يا كاميليا، انتي انسانه صعب انك تكرري تاني، وانا اول ما شفتك اتشدت ليكي قوي وحسيت ان انا عايز اعرفك اكتر. في الاول كان مجرد اعجاب، لكن بعد كده حسيت ان انا عايز اشوفك على طول حتى وانا قاعد لوحدي كده. انت بتبالغ. لا انا بتكلم بجد، انا حتى بقيت احس ان انا عايز اقعد معاكي على طول، وعرفت ان ده اللي بيسموه الحب. أنا مستعد أعمل أي حاجة أنت عايزاها حتى لو أنت ما حبيتنيش. أنت متخيل إنك ممكن تقول الكلام الحلو ده لحد وما يحبكش؟ بتخابس عليكي بقى. ضحكتك حلوة أوي. أقول لك على سر؟ يا ريت. أنا كمان بفكر فيك، بس مش حب. أمال إيه؟ إعجاب، حيرة. بصي أنا مش عايز منك في الفترة دي غير الإعجاب.
بس انا ما اعرفش عنك حاجه غير انك عميل مهم عند احمد. عميل؟ لا انا اكتر من كده بكتير قوي. انا مش بسال عنك عشان عايز اعرف عنك حاجات كتير، بس عايز افهمك زي ما عايزك انت كمان تفهمني، تحس بيا، تعرف بحلم بايه، نفسي في ايه. بص يا كاميليا، أهم حاجة في الدنيا دي إنك تصيري على اللي أنت عايزاه وبتحبيه ولازم تنجحي فيه. هي دي أهم حاجة في الدنيا صدقيني. أنا مروة تعالي أنا عايزاكي. مروة عايزة أقابل مدير الحسابات، أنا مش فاهمة أي حاجة. حاضر. مروة استنى، مالك قلب وشي كده ليه؟ في حاجة مزعلاكي؟ لا خالص، حضرتك مديرة الشركة وطلبتي مني طلب وأنا هعمله، في حاجة تاني؟ مالك أنت متضايقة في حاجة؟ آه يا منى، آه بصراحة أنا متضايقة. بين يوم وليلة بقيتي أنت مديرة الشركة وأنا حتة موظفة. اللي طلبوا منك كان المفروض يطلبوا مني أنا مش أنت. خلاص انا ممكن اسيب كل حاجه واقول انك ولا تقولي له ولا اقول له. خلاص انا قررت اسيب الشركه. ليه؟ عادي، انا كده كده واجي طلب مني اكتر من مره ان انا اروح اشتغل عنده، وكنت غبيه لما كنت بقول لا. بس انت فعلا هتبقي غبيه لو سبتي الشركه دلوقتي. انا هبقى غبيه فعلا لو قعدت في الشركه دي يوم واحد تاني زياده. مروه انا ليه حاسه ان في بيني وبينك تحدي؟ بيني وبينك انت تحدي؟ لا خالص، والله هو مدير المؤسسه، هو اللي يقرر مين يقعد ومين يمشي، مين اللي يدير ومين يقعد اباجور على مكتبه. انت متضايقه بجد؟ اصل ده مهم جدا بالنسبه لي ان انا اعرفه. مش متضايقه مني كمان، انا متضايقه من نفسي. كنت متخيله ان انا هنا هقدر احقق احلامي، ما كنتش متخيله ان مدحت ممكن يستغنى عني. على فكره مدحت لما كان بيطلبني للجواز كان بيطلبني بجد، طلب حقيقي مش مجرد كلام. بس لما لقيته بيحاول يقرب منك عرفت ان هو كان مجرد طلب يا دوب عشان يلاقي دخله ليا. وانا بغير منك ده احساسي غصب عني واحساس مضايقني، وانا ما اقدرش اكون حاسه باي حاجه ناحيتك ومعرفها لكيش. انت اختي. طب لو طلبت منك انك ما تسيبيش دلوقتي؟ مش هقدر يا ماما عشان خاطري. انا اسفك. اي حاجه مرتبطه بسمير الله يرحمه. الله يرحمه، مش عايز اسمع الله يرحمه. حاضر. واي حد هنا في الشركه هيجيب سيره سمير ده هولع فيه. فاهمه يا رشاده؟ فاهمه يا رئيس. حاضر. واسمه ده يترمى في الزباله، في الزباله. وبسرعه روح هاتي بتاع الحسابات، اجري. ارحمه قال. ايه بس اللي مضايق سيادتك يا فندم؟ انت مين؟ انا صبري، رئيس قسم الحسابات في الشركه. ايه اخبار الشركه؟ والله الشركه في حاله ماليه سيئه جدا يا فندم. الاستاذ سمير الله يخرب بيته
كان محول كل أرصدة الشركة لحساب شركة تانية في باريس. شركة تانية في باريس. حلو. والشركة اللي بتقول عليها دي مستقلة ولا متفرعة من الشركة دي؟ الأوراق بتقول إنها شركة مستقلة. أوراق. والأوراق دي فين؟ الأوراق دي في قسم الشؤون القانونية والمسؤول عنها الأستاذ محمود حمدان. محمود حمدان؟ أيوة فن. طب أنا عايز أقعد معاك أنت ومحمود حمدان ده. تحت أمرك يا فن. اتفضل. باريس. حلو. ماشي يا سمير. بكلمك في التليفون ما بتردش عليا ليه؟ وبعدين انت قاعد مكان ابويا ازاي اساسا؟ ام تعال بسرعه. رد عليا. ما بتردش عليا ليه اساسا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ دي شركه ابويا دي. كانت كانت شركه ابوك. الولد ده اطرده بره. هو مش عايز اشوفه هنا تاني. ولو شفته انت كمان بره. برا بتردوا مين يا عم انت الجميل؟ انت برا يا ابني. شركه ابويا. كانت شركه ابوك. ناس ايدك خالع. اطلع برا بقى. شركه ابويا مش هتحرك منها. اطلع برا بقى. يا عم سيبني. تعالى هنا. سيبني برا. اطلع برا. ناس ايدك يا عم. عايزكم تركزوا معايا كويس قوي. من اليوم ورايح الشركه دي بتاعتي انا. بتاعتي انا. وانت اطلع برا. سيبني يا عم. اطلعوا برا. انتوا كلكم كلكم موظفين عندي انا. واللي مش عاجبه الكلام بتاعي اطلع بره. امين اشتغلوا. كل حاجه في الشركه هنا بقت بتاعتي. بتاعتي انا. انا وبس. ايه يا مكرم؟ ايه الظباط دي موجوده ليه؟ انت احمد صاحب الشركه دي؟ ايوه انا احمد صاحب الشركه. طب اتفضل معانا. على فين يا فندم؟ اتفضل معاك. هتعرف. طب الاول بس اعرف ايه الموضوع يعني وانتم موجودين هنا ليه؟ احنا مباحث الاموال العامه. اتفضل معانا. هاتوه. انا وكلت محامي. عبد الله مش لازم ياخد الشركه. شركه ايه اللي انت بتفكري فيها دلوقتي؟ اسمعي اللي بقول لك عليه. عبد الله مش لازم ياخد الشركه. انا دلوقتي مش فارق معايا لا شركه ولا زفت. المهم عندي بس انك تخرجي من اللي انت فيه. ماما عايزه ايه؟ انت ما قتلتيش سمير صح؟ اقتل ايه وبتاع ايه؟ انت هتصدقي كلام الناس؟ انا برضو امك تقتل. عبد الله اللي رتب كل حاجه عشان ينتقم مننا. ماما يا بنتي ما قتلتش حد. صدقين انا هستفيد ايه من قتل سمير؟ انا بخسر كل حاجه. انا وسمير خلاص كنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنسيب بعض بالراحه. انا هاخد الشركه اللي هنا وهو هياخد شركه باريس. ما هصدقك. لازم تصدقين. عبد الله لازم يتربى. لازم ياخد جزائه. هو اللي رتب كل حاجه عشان ينتقم مننا. وانا استاهل ضرب الجزمه القديمه اللي خليته يدخل الشركه. قال ايه؟ عشان يبتدي حياته من جديد. الله يخرب بيته. كنت لسه هكلمك. وانا استقلت من شركه مدحت. ايه بجد؟ الله عليكي. انت كده عملتي عين العقل. طب هو لسه العرض بتاعك مستمر؟ عيب عليكي. وانا عمري قلت حاجه وسحبتها؟ طب واجي. انا خايفه اكون مش قد المسؤوليه. وانا مالي ومالي المسؤوليه؟ افهميني يا مروه. انا كل اللي يهمني
انك تفضلي جنبي وبس. طب انت كنت قلت لي انك اني بحبك. طب انت متاكد من مشاعرك؟ ايه ده؟ ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ احيانا كده الواحد بيحس ان هو عايز حاجه وعايزها قوي كمان، بس مع الوقت بيحس ان مش هي دي الحاجه اللي هو عايزها. لا معلش، انا بقى لما بقول حاجه ببقى عايزها فعلا وعارف انا بقول ايه. يعني الكلام ده من قلبك؟ ايه ده؟ هو في كلام من قلب وكلام مش من القلب؟ شفت بقى؟ اديك بتلعب عليا اهو. العب ايه؟ بقول لك يا مروه، انت عارفه كويس قوي ان انا بحبك وقلت لك كده كتير ولفت انتباهك. عشان كده يعني كنت عايزك تسيبي شركه مدحت، بس انت كنت متمسكه قوي. حتى انا حسيت كده ان في يعني مكانه لمدحت في قلبك. مدحت؟ لا طبعا مش صحيح. طب امال ايه؟ عايز الحقيقه؟ طبعا، ومش عايز الا الحقيقه. مدحت ده عمري ما فكرت فيه ولا ينفع افكر فيه حتى. مع انه يعني غني وعنده شركه وفلوس. ولو عنده كنوز الدنيا مستحيل. طيب ممكن اسالك سؤال وترد عليا بصراحه؟ واجي انا مش مضطره اصلا اكذب عليك. مدحت ما قالكيش انه بيحبك؟ قال لي طبعا وبيحبني وانه عايز يتجوزني، بس انا رفضت. طيب ده عشان انت زعلانه منه؟ زعلانه من مدحت ليه؟ يعني بخصوص اختك منى. اصل بالعقل كده مروه، يعني منين بيحب مروه ويمسك الشركه لمنى؟ هو انت بتتكلم في الكلام ده ليه يا وجيه؟ يعني انا حسيت ان انت سبتيه وجيتيلي عشان خفتي تخسري. اخسر؟ اخسر ايه يا وجيه؟ خساري مدحت. الكلام اللي انت بتقوله ده مش صحيح. بس انا شايف كده. ايه ده؟ في يا مروه؟ يا بنتي في، انت زعلتي ولا ايه؟ لو سمحت سيبنا مشي دلوقتي يا وجيه. يا بنتي نكمل كلامنا طيب. انا مش عايزه اتكلم ومش عايزه اسمع اي حاجه. مش عارف يعني انا في ايه في كلامي شد؟ ايه ده؟ انت هتعيطي ولا ايه؟ هو انتوا ليه بتتعاملوا معايا لان انا واحده ما بتحسش؟ وان انا جامده قوي كده؟ على فكره بقى انا بحس وبحس اكتر من اي حد في الدنيا دي كلها. ما كنتش متخيله واجي ان انت بالذات تقول لي الكلام ده، كنت متخيله ان انت فاهمني اكتر من كده. اشمعنى انا انسانه طموحه ونفسي اخرج من الحاره اللي انا عايشه فيها ونفسي اسكن في فيلا واشتري عربيه وكل يوم اسافر بلد شكل؟ أبقى إنسانة ما بحسش. على فكرة أنا لو كل طموحي دي ما اتحققتش أنا مش هموت ولا حاجة، بالعكس. ولازم تفهم حاجة مهمة جدا، إن أنا الحب بالنسبة لي أهم من أي حاجة تانية. بس أنا مستحيل أحب أي حد. لازم بني آدم اللي أحبه أحس وأتأكد إن هو مستحيل يستغنى عني مهما حصل. طب بس اسمعيني، أنا عايز أقولك إن أنت لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي حد بيحبك قدي، صدقيني. أنا فعلا حسيت بكده، عشان كده أنا سبت مدحت. مش علشان حسيت إن أنا هخسر ولا هو فضل حد عني، أنا سبته عشان حسيت إن أنا لازم بجد أكون معاك أنت. طب خلاص، حقك عليا يا ستي. تعالي بقى نشرب حاجة. يلا يلا. إيه ده؟ في يا مروة؟ يا بنتي في، أنت زعلتي ولا إيه؟ لو سمحت سيبنا مشي دلوقتي يا وجيه. يا بنتي نكمل كلامنا طيب. انا مش عايزه اتكلم ومش عايزه اسمع اي حاجه. انا مش عارف يعني انا في ايه في كلامي شد. ايه ده؟ انت هتعيطي ولا ايه؟ هو انتوا ليه بتتعاملوا معايا لان انا واحده ما بتحسش، وان انا جامده قوي كده؟ على فكره بقى انا بحس وبحس اكتر من اي حد في الدنيا دي كلها. ما كنتش متخيله واجي ان انت بالذات تقول لي الكلام ده، كنت متخيله ان انت فاهمني اكتر من كده. اشمعنى انا انسانه طموحه ونفسي اخرج من الحاره اللي انا عايشه فيها ونفسي اسكن في فيلا واشتري عربية وكل يوم اسافر بلد شكل؟ ابقى انسانة ما بحسش. على فكرة انا لو كل طموحي دي ما اتحققتش انا مش هموت ولا حاجة، بالعكس. ولازم تفهم حاجة مهمة جدا، ان انا الحب بالنسبة لي اهم من اي حاجة تانية. بس انا مستحيل احب اي حد. لازم بني ادم اللي احبه احس واتاكد ان هو مستحيل يستغنى عني مهما حصل. طب بس اسمعيني، انا عايز اقولك ان انت لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي حد بيحبك قدي، صدقيني. انا فعلا حسيت بكده، عشان كده انا سبت مدحت. مش علشان حسيت ان انا هخسر ولا هو فضل حد عني، انا سبته عشان حسيت ان انا لازم بجد اكون معاك انت. طب خلاص، حقك عليا يا ستي. تعالي بقى نشرب حاجه. يلا you
أنا مش مصدقة أنا فرحي بكرة. ألف ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. أنا مبسوطة مبسوطة قوي. حاسة إن الدنيا كلها حلوة قوي. أنا متأكدة إنك هتبقي عروسة زي القمر. إن شاء الله. أنا عايزاه يكون يوم ما حصلش. عايزة كل حاجة جت في دماغي تحصل. ألف ألف مبروك يا حبيبتي. مالك في ايه؟ لا ابدا اصلا مخنوقه شويه تاني معلش يا نجله اصلا انا تعبانه من جوه المفروض ابقى مبسوطه عشانك بس مش اي حاجه اسمها مفروض يا سمر انا مش هبقى مستريحه وانت كده بس هبقى كويسه صدقيني عمرك ما تستريحي وانت في هم في دماغك بالشكل ده طب هعمل ايه؟ انت عايزه ايه؟ قوليلي انا هفهمك اصل علي وحشني جدا وعايزه اشوفه بس عارفه ان انا مش مفروض اعمل كده طيب اقولك على فكره مجنونه شويه ايه هي؟ قولي لسعيد ان بابا عايز يتجوزك لا طبعا ما ينفعش اعمل كده طيب يا سمر ما انت كده هتفضلي محتاره انت مبسوطه بالحيره دي هو في حد بيبقى مبسوط وهو محتار طيب مالك طيب سيبك من انا ركزي في نفسك انا مبسوطه عشانك قوي الف الف مبروك يا حبيبتي واضح ان في عندكم مناسبه حلوه يا سمر دي نجلة اختي هتتجوز بجد واضح كمان انك ما كنتيش ناويه تعزميني انا اتفضل يا استاذ علاء في الحقيقه انا يعني كنت قلقت على سمر قوي تليفونها مقفول وما بتجيش الشغل حتى طبعت كتابها مش متابعاه كمان فانا قلت اكيد يعني في حاجه كبيره قوي منعاها فقلقت عليها جدا أنا قلقي هو اللي جابني طيب لازم بقى تقعد معانا وتشرب حاجة لا معلش أنا كنت عايز أطمن عليها وخلاص طمنت عليها الحمد لله عن إذنكم أنا لازم أحصل وين روحي يا أستاذ علاء أستاذ علاء طب ممكن ما تبقاش زعلان سمر أنا مش عايزك تسيبي شغلك بسببي مين قال كده؟ مش عايزك كمان ترجعي خطوة لورا مش معنى إني بحبك إنك أنت كمان لازم تحبيني أنا طبعاً مبسوط بإحساسي بيكي وسعيد إن قلبي بدأ يتحرك ويعيش وصدقيني ده كفاية عليا أوي ممكن ما تقولش كده سمر أنا قاصد كل كلمة بقولها وفاهم معناها كويس أوي وعارف أنا عاوز منك إيه بس ده مش معناه إن أنا عايزه منك لازم يبقى مناسب ليكي أنا عارف إنك كبير عليكي وعارف طبعاً إنك بتسألي نفسك ألف سؤال كل يوم وعايشة في الصراع تتخيلي حياتك معايا شكلها هيبقى إيه وده من حقك بس مش هو ده اللي أنا بفكر فيه لا هو ده اللي بتفكري فيه وهو ده اللي جواكي بس عايز أقولك حاجة اللي في قلبي ليكي عمرك ما هتلاقيه عند أي إنسان تاني مهما كان زمان ده غريب قوي ساعات كده بفكر مع نفسي علاقتنا دي جت في الوقت الصح ولا جت في وقت متأخر يعني لو كنت حبيتك وأنا أصغر من كده كان يبقى أحسن ولا الوضع ده أحسن لو كنت صغير كنت حبيتك الحب ده كله كنت اتمسكت بيكي بالقوة دي كنت عرفت قيمتك بالشكل ده بس أنا مش عايزة أعرفك غير وأنت كده
أنا بحبك زي ما أنت كده. بتحبني؟ وأكتر من أي حد في الدنيا دي. عارف، أنا فكرت في كل كلمة أنت كنت بتقولها. ممكن أقول لك اللي أكتر من كده. فكرت إني ممكن مش بحبك، أو إن اللي جوايا ده مجرد احتياج، أو إحساسي ناحيتك مجرد تعويض لفقداني لأبويا. بس الحقيقة لا، أنا بحبك أنت. خطر على عقلي كل كلمة كنت بسمعها وفكرت فيها من ساعة ما عرفتك، بس إحساسي بيك هو اللي تعبني. ليه؟ عشان بحبك. مش عايزة أكون سبب في هدمك لحياتك، إنك تخرب بيتك بسبب أنت عندك ولادك وعندك مراتك. جايز إن في مشاكل بينكم، وجايز برضو إن كل واحد فيكم بعيد عن التاني. بس أنا لو بعيدة ومش موجودة، أكيد في أمل إن كل حاجة ترجع تاني زي الأول. لا لا طبعاً، لو كل حاجة رجعت زي الأول يبقى هرجع لنقطة أنا بكرهها، نقطة لازم تنتهي من حياتي. أنا عشت معاها وعمرها ما عرفت أنا عايز إيه أو محتاج إيه. طب ليه أنت ما حاولتش تقعد معاها وتتكلم معاها، تسمعك تفهمك، تحاول تتصرف زي ما أنت عايز؟ أنا مش محتاج كلام، أنا محتاج إحساس. أنا تعبت معاها قوي، لكن دلوقتي خلاص. كان نفسي في يوم من الأيام تحس بيا، تحب معايا أي شيء مشترك. في بقى الموضوع ده أنا مش عايز أتكلم فيه. طب هتيجي فرح نجلة؟ والله يعني إذا عزمتيني حاكي طبعا. طبعا، أنت من أول الناس المعزومة. تنورني. ايه؟ بتكتب قصة ولا ايه؟ لا ابدا. مالك؟ شكلك مش مظبوط كده. مفيش، متضايق شوية بس يا بابا. متضايق من ايه؟ ما دام ما بتقدش بقى ومتضايق وعمال تشخبط ومش عارف تعمل ايه، يبقى مفيش غير حاجة واحدة بس اللي تخليك تعمل كده. الحب. ايوه الحب. الحب يا ابني هو الحاجه الوحيده اللي تخلي الانسان حيران زيك كده وعقله مش عايز يفكر ولا عايز ينزل وزهقان ومش طايق الدنيا، خصوصا بقى اذا كان اللي بتحبه مش فاتح الباب قصادك. صح ولا انا غلطان؟ صح يا بابا. طيب احكي لي بقى، قول لي ايه الحكايه وانا حفيدك الأستاذ والتلميذ. يا ولا أنا هخليها تجري وراك. يا بابا بس الثقة دي ما تقلقش يا بابا، ما تشغلش بالك. ما تشغلش بالي إزاي؟ إذا ما كنتش أقلق نفسي علشان ابني، أقلق علشان مين أمال؟ ما أصلها مش مستاهلة يا بابا، الحكاية بسيطة يعني. لا 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 لا، في الحب يا ابني ما فيش حاجة اسمها بسيطة. في الحب كل حاجة مهمة، حتى الوهم. يعني يعني كل اتنين بيحبوا بعض بيبقى في جواهم مخاوف، كل واحد فيهم بيبقى حاسس بحاجة محدش فاهمها طبعا، ولا هو حتى نفسه فاهمها. علشان كده يا ابني ما بيقدرش يقولها للطرف التاني. انت لازم بقى تكتشف الحاجة دي جواك وتنقلها للي بتحبه، علشان كده يطمن لك ويبتدي يحبك وهو قلبه مرتاح. امسك. لا انا كده بقى لازم افهم. اقعد انا افهمك كل حاجة، بس الاول احكي لي كده كده بالتفصيل ايه هو الموضوع، وانا اقول لك يا ابني تعمل ايه بالظبط. ابدا يا بابا، قلت لها ان انا بحبها وعايز اتجوزها. على طول كده خبط لزق. يعني هي الحاجات دي بتيجي على كذا مره؟ لا ده انت لسه بدري عليك قوي تلميذ. لازم الاول يا ابني تتكلم معاها، تاخد وتدي في الكلام علشان تثبت لها يعني انك انت الانسان المناسب ليها.
عملت كده. عملت ايه يعني ازاي؟ كلمت معاها وحاولت ابين لها اكتر من مره ولمح لها اني بحبها. طب قول لي بقى، هي بتحب ايه؟ يعني بتحب القرايه، مثقفه حبتين. لا انا قصدي يعني لما بتقعدوا مع بعض بتحب تتكلم في انهي مواضيع؟ لو بتحب تخرجوا بتحب تروح فين؟ ايه المواصفات اللي بتحبها في الراجل اللي عايزه تتجوزه؟ ايه يعني الحاجات الحلوه المشتركه اللي بينكم؟ حاولت مره تشاركها في حاجه هي بتحبها؟ لا الحقيقه ما حاولتش. ما حاولتش؟ ما عايزه تحبك ليه وازاي يعني؟ هتحبني عشان انا بحبها؟ لا طبعا ما ينفعش. واضح يا ابني ان البنت دي صعبه شويه. قوي يا بابا، صعبه قوي قوي. بقول لك ايه، هي بتحب الموسيقى؟ ساعات. يعني ايه ساعات؟ بتحبها ولا ما بتحبهاش؟ يا بابا هي اللي بتقول كده. طب خلاص، يبقى خدها حفله لحد مهم في الاوبرا مثلا، وقضوا ساعه جميله مع بعض. او خدها مكان هادي وتكلموا فيه. حاول تعرف منها ايه الحاجات اللي في دماغها علشان تبقى فاهمها كويس. مش هترضى بابا. صمم. حاسس ان انا لو حاولت اقرب منها بعد ما رفضت طلبي هبقى بايخ. طب اسمع بقى، انا هقول لك حاجه مهمه جدا. البنت دي دلوقتي مستنيه انك تروح لها، تقول لها انك اسف علشان فاجئتها، اسف علشان اقتحمتها، وانك عندك استعداد تبتدي معاها من اول وجديد، وهي كمان لازم يكون عندها استعداد تبتدي معاك من اول وجديد. قول لها ان اللي بينكم كان صداقه قبل ما يكون حب، انك مستعد تبقى معاها حتى لو مش بتحبك، ان حبك ليها اقوى من انها ترفض الجواز منك. يالا بتضحك على ايه يالا؟ بصراحه بابا انا لو من ماما دي اغير عليك واتخانق معاك كل يوم. لا طبعا ما عندهاش حق خالص يعني. لا عندها حق، ما انا لو منها وبسمع الكلام ده هعرف انك ما بتخلاش من الستات. وده وحش يا ولا؟ لا حلو طبعا. بقول لك ايه، صمم عليها. لو بتحبها صمم عليها، هي دلوقتي محتاجه تحس انك عايزها مهما كانت الظروف. صدقني يا سعيد، خلي بالك أنا لغاية دلوقتي ما سألتكش هي مين. أنا هستنى لحد ما تجيبها وألاقيها بين إيديك. الحقوني الحقوني. إيه؟ إيه يا عم تخيل؟ أحمد ماله؟ اتقبض عليه في ثانية كده راح. أنا مش عارفة بس يا ربي ليه الحارة الزفت دي نازلة قر وطالعة قر، مش مخلصها إن ربنا فرج على الولا شوية؟ لا بس أنا عارفة إن ربنا معايا، مش هيسيبني هيقف جنبي. قول له ليه أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ إهدي بس إهدي أنت وأنا هتصرف. اقعدي استريحي شوية كده يا سيدة بطلي ندب. بقول لك إيه، خفي على الولية شوية. بالراحة واتكلمي كده وقولي لنا عمل إيه، وأنا واثقة إن هو عامل له مصيبة. أنت اللي 60 مصيبة تصيرها أما تشيل. ابني أشرف مش شرف. بصي انا شاكه ان انت اللي كاريه عليه انت بس. لا كلكم كلكم اللي كاريين عليه. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي دخلني بيتكم اصلا؟ اهدي بس يا عمتي، هو ايه اللي حصل لكل ده؟ الجلد والحقد والغيره اللي على ابني منكم. لا 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 بس يا عمتي اهدي بقى واقعدي اتعشي معانا الاول وبعدين نتكلم. اتعشى ازاي؟ اكل ازاي في الظروف دي؟ اللي تاكلي ازاي؟ انا عامله شويه كده حق والله العظيم تستاهل بقك هتعجبك. وبعدين انت لازم تاكلي لقمه علشان تصلبي طولك عشان تعرفي تقفي جنب ابنك. طب النبي انا من ساعه الحكايه دي ما حطيتش حاجه في بقي لما هفتنى وهقع من طولي. يا حبيبتي وهيجي لك نفس تاكلي وابنك محبوس. اسكت انت مش عايزه اسمع صوتك خالص. انا ايه بقك اللي بينزل سم ده؟ فين الكفته؟ تعالي تعالي يا حبيبتي اهي ترابيزه بحالها. يلا اهي نايمه سكتي. اه والله الهي سامحه اللي عمل. لا يسامحه ايه؟ الهي ياخده ولا يسامحه ويحيره زي ما حيرني. كلي كلي يا سيده. يلا احمد بيحب الكفته. انا اسف يا عزب ان انا جاي من غير ميعاد. تقولش كده عدول، البيت بيتك. ربنا يخليك، متهيألي حضرتك ما عرفتش او ما وصلكش ان احمد قبض عليه امبارح. قبض عليه؟ اه ليه؟ ما حدش عارف ولا انا عارف. طب ما تقلقش،
معلش ازاي بس هذا بيب ولا حضرتك؟ انا ما اعرفش ولا حد يعرف، انا قلقان يكون عارف ان هو بيشتغل. قلت لك ما تقلقش، لو كان اتعرف عنه حاجه او كان مبسوط كنت انا هعرف. طب امال حضرتك تفتكر ايه اللي بيحصل ده؟ طيب انت اخبارك ايه؟ انا انا تمام كويس الحمد لله. انا اعرف ان انت واحمد اكتر من اخوات وساكنين في نفس الحاره، صح؟ اه صح. على كده بقى تعرف اهله كويس. الله، سكت ليه؟ اه قريب لي واعرف اهله كويس جدا كمان. اه يعني تعرف كاميليا؟ اه اعرف كاميليا. طب كلمني عنها شويه. ايه سكت تاني يعني؟ هو انا طلبت منك حاجه غلط؟ لا بس انا اللي عايز اطلب منك حاجه صح. ممكن تبعد عن كاميليا وتشيلها من حساباتك وتطلعها من دماغك؟ ده بعد اذنك طبعا. ايه خايف عليها؟ تقدر تقول كده. كاميليا بنت حتتي وبهدلت كتير وشافت مشاكل في حياتها كتير قوي، وانا خايف عليها من الزمان. من ايه يعني؟ من اني اذيها؟ لا مش ده القصد. امال قصدك ايه؟ عايزه بنت، عارف ان احنا شغليتنا شمال، دي في الاخر بنت، انا خايف عليها من السكه بتاعتنا. بس ولا في حاجه تانية؟ تخيل بس. لا من الناحيه دي اطمن خالص، كاميليا هتبقى معايا في امان، وبعدين انا الوحيد اللي اقدر اعوض كاميليا عن اي حاجه تعبتها في حياتها. قولي يا عدول، انت اخر مره شفتها امتى؟ اه ده واضح ان انت بقالك فتره ما شفتهاش. عارف لو كنت شفتها قريب كنت هتعرف منها انها مبسوطه بالشغل الجديد. لا مش كده وبس، انت كنت هتعرف كمان انها مبسوطه باللي بيني وبينها. طب بص يا عزت. عزت مش لازمه بقى العزت بيه والحاجات دي، خلي بساط احمدي كده. انا عايزك تركز في موضوع احمد، اما موضوع كاميليا الكلمتين اللي انا قلتهم لك من شويه دول برضو تركز فيهم. ماشي سلام يا عزت. ما تقلقش على كاميليا واحمد، وبتهالي تلحق تنام دلوقتي، ميعاد نومك قرب. ماشي يا عادل، انا وانت والزمن طول. ايه ده يا حنان؟ التصميمات دي فيها حاجه غلط، مش مظبوطه. استاذ مدحت موافق عليها كلها، وهو اللي ادى الامر بالشغل فيها. المصنع اشتغل؟ لا لسه. طب اوقفي اي امر بالشغل في التصميمات دي لحد ما اقولك. بس كده استاذ مدحت ممكن يزعل منك ويعمل مشكله و... اللي بقولك عليه تنفذيه وبس يا حنان. منى انت مش واخده بالك من حاجه؟ جايز استاذ مدحت قال لك تديري امر الشركه اه، بس مش تغيري في سياستها. على اي اساس بتتكلمي كده؟ على اساس ان انا جيران وخاف عليكي، وعلى اساس كمان انا عارفه استاذ مدحت كويس قوي صدقيني. طب يا ريت تنفذي اللي انا بقول لك عليه وبس. اتفضلي. الو. ايوه مدحت، عامل ايه؟ طب الحمد لله. اه طبعا نص ساعه بالظبط واكون عندك. منى. نعم. منى انا بجد مش عايزاكي تزعلي مني، انا كنت بتكلم لمصلحتك. انا مش زعلانه، وعارفه وضعي كويس قوي هنا على فكره يا حنان. عارفه ان انا هنا مش مديره الشركه، وان مدحت هو المسؤول، وان الشركه ليها سياسه خاصه ماشيه عليها، وان الموديلات هو اللي بيوافق عليها مدحت مش اي حد تاني. بس طالما بقى هو خلاني ابقى المسؤوله فانا بعتبر نفسي صاحبه الشركه لحد ما يطلع بالسلامه ان شاء الله. ومين بقى اللي قال لك انك هتسيب الشركه؟ ايه انت خرجت من المستشفى حالا؟ يعني كنت هتخليني اضرب المشوار ده كله على الفاضي؟ انا كنت تحت وانت بتكلميني اساسا. بس ايه الحلاوه دي؟ حلاوه ايه؟ انت مش شايفاني جاي اعمل ازاي؟ معلش فتره مؤقته. يلا عشان تخش مكتبك، انا عايزاك في حاجات بدزه، انا عايزاك في حاجات كتير جدا.
هو ايه النظام؟ ما عادش في نظام خالص، وخد بالك البنت دي مش سهله خالص. واختها فانهي داهيه؟ سابت الملعب راحت تشوط في حته ثانيه. واحنا هنفضل كده على دكه الاحتياط ولا ايه؟ والله ما انا عارفه احنا طالعين خايبين كده لمين. تعالي اقول لك احنا طالعين خايبين لمين. كنت عارف انك مدوره الشركه صح. عيب عليك، انا كنت مندوبه مبيعات زي الفل. ايوه انا بقى عايزك تحكي لي الحكايه دي بالتفصيل. لما تقول لي الاول ايه اللي انت موافق عليه ده؟ اللي هو ايه؟ اقصد التصميم ده. لا التصميم ده زي الفل، ده سليم جدا. بس ده ما ينفعش السوق المصري خالص. انا ما ببصش للسوق المصري في حاجه يا منى. طب وليه لا؟ طب ليه دايما عينيك على بره وبس؟ هم عندهم شركاتهم وعندهم المصممين اللي بيعملوا لهم الحاجات اللي تخصهم وتناسبهم. احنا بقى فين من الحكايه دي؟ يا منى السوق المصري ضعيف جدا. عشان بتعمل له اللي هو مش عاوزه، بتعمل ذوق مش ذوق. عمال تفكر في الناس بره هتلبس ايه والموضه ايه؟ فيها ايه لما نعمل موضه خاصه بينا احنا؟ مش يمكن تكسر الدنيا؟ طب وانت شايفه ايه؟ شايفه انك تلغي التصميم ده فورا وتخليه يعمل لك تصميم مصري، وبلاش الالوانات الغريبه دي ما تنفعش عندنا خالص. لا كده ممكن نخسر كتير. لا ان شاء الله مش هنخسر. انت واثقه من اللي انت بتقوليه؟ طبعا. يعني على ضمانتك؟ ان شاء الله. كان لازم اعرف واتاكد من الاول انك عندك خبره كبيره بالسوق بتاعنا. انا واحده كنت بشيل شنطه على كتفي وافضل الف في الشوارع وعلى القهاوي واطلع البيوت اخبط عليها عشان اي حد بس يشتري مني، واعرف ذوق الناس وممكن يشتروا ولا لا، واعرف الستات بتحب ايه وبتكره ايه، واعرف كمان الرجاله بتحب ايه وبتكره ايه. خلاص يا منى انا موافق على كل اللي انت عايزاه. طيب انا هستفيد ايه؟ مش اللي انا بعمله ده شغل؟ طبعا شغل. طيب والشغل ده لازم اخد عليه اجر؟ اموري، عايزه كام؟ لا انا مش عايزه فلوس، انا عايزه بضاعه. قلت ايه؟ انا موافق. متشكره قوي. ايه مالك؟ مش عارف اعمل ايه في اللي جاي، حاسس ان الفتره دي هتطول. ان شاء الله هتبقى كويس وهتفك الجبس وكمان هتعمل علاج طبيعي وما فيهاش حاجه يعني لو مشيت على عكاز. انت عرفت كل ده منين؟ الله، هو احنا مش صحاب؟ والصحاب لازم يعرفوا كل حاجه عن بعض. صحاب اكتر شويه. لازم يبقى عندك امل ويقين انك هتمشي. انا قلت بقى كل حاجه، انا لازم امشي. اوكي يا منى اتفضلي. ميرسي قوي. لؤي تعال عايزك. تحت امرك يا باشا. ادي امر المصنع انه يوقف انتاج الموديلات اللي قلنا له عليها عشان هيبقى في تعديل في التصميم. حاضر، تحت امر سعادتك. تعالى معايا. هلا. تعالى معايا. عامل ايه يا حمود؟ هو انت ماشي يا وجيه؟ عيب، انا اسمي الاستاذ وجيه. انت اللي عملت كده؟ انا؟ لا خالص، وانا اعمل فيك كده ليه؟ انا ماليش سبب اللي بيحصل لك دلوقتي، انا جاي اطمن عليك وماشي. ها انا عايز افهم. ما انا فهمتك يا احمد وحاولت افهمك، بس انت اللي ما كنتش عاوز تفهم. تعرف مشكلتك ايه؟ مشكلتك ان انت كبرت فجأة ونسيت بقى مين اللي كبرك ومين اللي سمح لك بكده ومين اللي قال لك اوكي. مين اللي سمح لي بكده؟ عرفت بقى ان انت اصغر من ان انت تقف قدامي وتكلمني بالقوة اللي كلمتني بيها دي. هي دي المشكلة، كل واحد يحس بنفسه شوية يشم نفسه علينا. ايه ما تفوقوا نفسكم بقى شويه. مش عارفين مين اللي سمح لكم بكده؟ مش انت كنت عايز تطلع بره مصر عشان تاخد فرصتك؟ الفرصه جات لك لحد تحت رجلك، فتحنا لك الباب وقلنا لك اكبر يا اخي، تقوم تكبر علينا احنا؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان كل اللي كنت بتعمله كان مرصود مننا. لا افهم. اسال ابو كرمه هو هيقول لك على كل حاجه. ها؟
جديدة ها؟ كرمة ابن الكلب. لا عيب، ما نغلطش في الراجل، ده راجل محترم. هو كان بيعمل اللي احنا بنطلبه منه بس مش أكتر. وأنت بقى أحمد عليك تعيد حساباتك كده وتشوف مصلحتك فين. عايز تفضل معانا وتسمع الكلام وتبقى مؤدب كده وما تلتش وتعجن مفيش مشكلة. عايز نطلع المستندات والأوراق اللي ضدك ونجيبها على مكتب حازم بيه برضو بكرة مفيش مشكلة. بص يا أحمد، أنا هعمل معاك ديل. أنا ممكن أقول إن إحنا لسه عاوزينك، بس مش معنى كده إن أنت تتفرد، لا. إحنا عاوزينك بس بشروطنا. أنتوا مين يا وجيه؟ تاني يا أحمد هتسأل، ما قلنا خلاص بقى كفاية استفسارات. انت مش مطلوب منك دلوقتي غير انك تقول لي انا موافق يا وجيه ومن بكره تطلع من هنا ماشي. وانت جاي هنا في قضيه بسيطه هايفه يعني لحد دلوقتي، اه يعني ممكن بمجرد ان انت بس تقول لي انا اسف ومتاسف وندمان على كل كلمه قلتها لك يا وجيه ينتهي الموضوع ده. ايه، هنفضل ساكتين كتير ولا نقول كمان؟ أنا ندمان. الله، أنا آسف يا وجيه. لا مش قلنا الأستاذ وجيه مش عايزين ننسى؟ أنا آسف يا أستاذ وجيه، ومن اللحظة دي هتلاقيني من إيدك دي لإيدك دي. الله عليك، الحمد لله على السلامة يا أحمد بيه. أنا مش عارف أنت موجود هنا ليه أصلاً؟ أنت مكانك مش هنا، اللي عمل فيك كده أنا مش هسكت له، أنا هنفوخه، أه والله ومش هنسكت، أنا أكلم الجرايد وأكلم الإعلام وأتصرف، ما ينفعش رجل شريف زيك رجل أعمال مصر محتاجاه تحصل فيه كده، لا. إيه؟ البلد ما فيهاش حكومة، ما فيهاش قانون، ما تقلقش يا أحمد. أنا معاك إن شاء الله بعد ربنا سبحانه. من امتى وانت بتتعاطى؟ من قريب قوي، بس عايز ارجع زي الاول بسرعه يا دكتور. الحقيقه ان العلاج في الاول والاخر بيعتمد على المريض نفسه، وطالما انت عندك استعداد انك تتعالج هتخف وباسرع وقت. مستعد اعمل اي حاجه يا دكتور، بس ارجع زي الاول. طيب ممكن تليفون حد من اخواتك؟ انا وحيد. طيب المدام، الأصدقاء، الأولاد؟ مليش حد. طيب أنا هرجع لك تاني. أهلا وسهلا يا سيدي. الو، ايوه جيبي. والله جيبي انا متشكر جدا على اللي حصل ده. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، وعايزك ما تزعلش مني من اي كلام يعني صدر مني. ماشي يا جيبي، ماشي، مع السلامه. ابني حبيبي، كفاره كفاره يا ابني، كفارة يا روحي، كفارة يا حبيبي.
ده انا ما نمتش طول الليل، عيني ما نشفتش، قلبي كان واكلني عليك. عامل ايه يا اخويا؟ انت كويس؟ كويس. طب اطلع اطلع فوق كده تشطف، ورش وشك بشويه ميه، واعمل لك دكر بط يرم عظمك. يلا حبيبي. سلامتك يا ابني، النبي دي عين 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 من الحاره اللي مش طايقه روحها دي. اتفضلي اقعدي ساعة. اللي هتعمليه ده انا مش موافقه عليه. انا مش عايزاه. حاسه اني كل ما هبص في وشه هفتكر كل اللي حصل لي. اسمعي مني، انت ما بتعمليش حاجه غلط. انت كنت متجوزه ومتجوزه رسمي كمان. صدقيني هتندمي. انت معايا ولا مش معايا؟ بصي انا ممكن اعمل لك كل اللي انت عايزاه ومن غير ولا كلمه، بس لو انت ما تهمنيش. في ايه مالك؟ زي ما يكون اللي هنزله ده ابنك انت مش ابن انا. في ايه يا شوق؟ عشان عملت كده قبلك وندمانه لحد دلوقتي وحاسه اني قتلته وكل يوم بحلم بيه، كل يوم بحس بيه وبشوفه قدام عينيا وهو بيصرخ وبيبعد عني وانا بقتله بايديا. كل يوم بسمع صوته وصرخاته في ودني. طب انت عارفه انا بشرب الهباب اللي باخده دوت ليه؟ عشان ما اسمعش صوته، عشان ما اسمعش صرخاته. اوعي تفتكري الحكايه سهله يا ميرا. بصي سيبيه يجي للحياه، ما تعرفيش الحياه مخبيه لنا بكره ايه. مش يمكن بكرة أحسن؟ بس أنا حاسة إن الدنيا ضيقة قوي. ضيقة دلوقتي بس بكرة يمكن تبقى أحسن. أنت اللي بتقولي كده؟ أنا لما جيت هنا كان حالي أصعب من حالك بكتير، بس أنا ما لقيتش حد يقف جنبي. على الأقل أنت لقيتيني واقفة جنبك، لكن أنا كنت بنام في الشارع لحد ما البرد كلت جدتي. وانتي كده احسن؟ كنت احسن، بس اللي ما فهمتوش اللي ممكن اعمل ايه وممكن ما اعملش ايه. هو ديكي شايفه هو ده حالي. بس انا لازم اعمل كل اللي في دماغي. انا مش بقول لك كده عشان تعملي ايه وما تعمليش ايه، اللي انت عايزاه اعمليه. بس صدقيني بكره هتندمي وهتفقدي احساسك بالدنيا. براحتك يا ميرا. مين اللي هيجي دلوقتي بس؟ ايه ده؟ يا ساتر، هما مش هيسيبونا في حالنا. في ايه يا ماما؟ بتزعلي ليه؟ ايتين ازيك؟ ازيك يا احمد؟ انا عرفت انك خرجت فقلت لازم اجي اشوفك. انت وقفت جنبي يا احمد وانا قلت لازم اجي اطمن عليك بنفسي. كتر خيرك يا ايتي. انت كويسه؟ اه تمام الحمد لله. انت كويسه؟ لا لا يا اخويا، اتنت اوضه. لا هيعملوا لها ايه؟ زفه ولا هيقعدوها في سويد؟ ماما ما يصحش كده، خش انت جوه دلوقتي. يا جدع ما انت ايه ده؟ اتفضلي. انا اسف، معلش ما تزعليش منها انت. لا لا مش مشكله، مش مشكله خالص. انا فهمت شخصيتها لما جت امبارح. جت امبارح؟ جت امبارح فين؟ جت لنا وكانت منهارة عشانك. كانت عايزانا نعمل أي حاجة عشان نساعدك تخرج من اللي أنت فيه. اتفضلي تعالي. لا لا أنا همشي، هسيبك تستريح. لا تمشي إيه؟ لا أنا عايز أتكلم معاكي. تعالي اتفضلي. تعالي نقعد هنا. انت متضايق؟
باين على شكلك طبعا. بص يا احمد، لو كنت متضايق من اللي حصل فانا بقول لك كبر دماغك، بس انا عايز اعرف هما ليه خدوك. عايز تعرفي؟ يا ريت. خدوني عشان انا طلعت غبي. كنت فاكر نفسي اذكى انسان في الدنيا، بس للاسف طلعت اغبى انسان في الدنيا. لا مش فاهم. أفهمك، أنا فكرت نفسي كبرت، فكرت نفسي وصلت اللي أنا عايزه، لكن للأسف كنت محتاج قرصة ودني كده عشان تفوقني. لا معلش فهمني، أصل الكلام اللي أنت بتقوله ده ليه معاني كتير. كتير بس له معاني كبيرة، وكبيرة قوي. أحمد أنت وصلت لحد فين؟ خلي بالك أنا كنت في عالم الموضة ده، وعالم الموضة مش موضوع فساتين وفاشن وديزاينز وألوان، ده أكبر من كده بكتير. مش فاهم يعني عايزة تقولي إيه؟ عالم المال يا أحمد، المال. اوعى تفتكر إن الناس دي في حد فيهم بعيد عن التاني، أو إن ممكن مثلاً حد جديد يجي يدخل وسطيهم من غير ما يمر عليهم ويكونوا موافقين عليه. الفلوس الكتير والمليارات دي بتلف وتدور في دايرة مقفولة، مش ممكن حد يقتحم الدايرة دي غير لو هم عايزينه أو محتاجينه. غريبة، أنتي بتقولي نفس الكلام اللي أنا سمعته. يبقى أنا كده فهمت. فهمتي إيه؟ أنت دخلت عالم المال، بقى عندك شركة كبيرة ورأس مالك عدى الحدود المسموح بيها، وطالما عدى الحدود دي يبقى أنت لازم تفهم كويس قوي إن اللي حصل ده حصل عشان اللي بيدير رأس المال قرر يدخلك وسطهم لأنهم محتاجين لك. محتاجين لي؟ وهيكون محتاجين لي في إيه؟ في حد في الدايرة دي هيقع، واللي هيقع ده هيسيب فراغ مكانه، ولازم حد يجي يسد الفراغ ده. وبدل بقى ما يجي لهم حد جديد هم مش عايزينه أو غير مرغوب فيه، يبقى الحل الصح إن هم يختاروا البديل بنفسهم. يعني إحنا عاملين زي قطعة الشطرنج بالظبط، يحركونا زي ما هم عايزين. مشكلة إن اللي بيحركنا ده لا أنا عارفه ولا شفته قبل كده. بس هي دي الحقيقة. ما تعرفي ايه تاني يا ايتن؟ لا انا ما اعرفش اي حاجه غير اللي قلتها لك. ابو كرمة عايز حضرتك. ابو كرمة خليه يدخل. حطوا معاها السرير بسرعة، حطوا على السرير التاني بسرعة.
أنا الصياد زي ما بيقولوا. بمعنى؟ دايماً بيبقى في بدائل للناس اللي ممكن تخرج من الدايرة، والبديل ده لازم يتم إعداده صح. وأحمد بقى كان من البدائل دي من ساعة ما قرر إنه يبقى صاحب شركة. على فكرة مش من السهل إن أنت تخش بنك وتطلب قرض كده بسهولة وتبقى صاحب شركة وهمية من غير ما تترصد. كل ده كان معمول حسابه. عايز أقول لك حاجة أحمد بيه، في ناس يهمها إن أنت تبقى موجود. يعني أنا مجرد لعبة في إيد ناس معرفهاش؟ مش بالظبط. لا هي كده. هما مين الناس دول أبو كرمة؟ إيه؟ استعبط بقى وقول ما تعرفهمش. أنا ما أعرفش غير اللي طلب مني إن أنا أبقى وراك ومعاك. وجيه؟ من ساعة ما طلبت منه إن أنت تبقى صاحب حزب سياسي. كان دوره ايه بالظبط؟ وجيه ده العين اللي بترصد كل حاجه في البلد، واللي بيه نقدر نقول هنعمل ايه وما نعملش ايه. وجيه شبكه علاقات متنقله ملهاش نهايه، وتم اختياره بناء على علاقتك بيه. طب واحمد بقى كان المفروض يبقى بديل لمين؟ باينه وواضحه طبعا. عزت، هو في غيره مش كده ولا ايه؟ هي دي الحقيقة. طبعا صح، عزت كبر قوي وبقى خطر. بس عزت غير أحمد. أحمد ينفع يضحك عليه بكلمتين يتسجد عشان ينفذ لهم اللي هم عايزينه، إنما عزت لا. عزت بقى زيه زيهم، عرف حاجات أكتر من اللازم، فلوسهم كلها معاه، مصالحهم هو اللي بيقضيها. ما يقدروش طبعاً يتخلصوا منه قبل ما يضمنوا إن كل حاجة رجعت زي الأول وأكتر، ولا إيه؟ الحقيقة السؤال المهم دلوقتي، إزاي هيتخلصوا من عزت؟ ومين اللي هيلبس البدلة بتاعت عزت؟ طبعاً مفيش غيري، أحمد. أحمد نسهل له كل حاجة، نخليه ياخد قرض من البنك بطريقة غير شرعية، نحسسه إنه كبر، كبر قوي، ندخله في سكة ما يعرفش يخرج منها مهما حصل. سكة، سكة اللي يروح ما يرجعش. نعيشه مع ناس يبقى عارف انه لما يحط ايده في ايديهم انه خلاص بقى منهم، ما يقدرش يخرج. الخروج معناه الموت. وعشان احمد يفهم ده كويس وهيستوعبه، يبقى نمشي له ليلته بس بحذر، نرصد كل تحركاته. كل حاجة عملتها محسوبة عليا ومحسوبة ضدي. سهل جدا يتقبض عليا في أي لحظة، أي لحظة. نصاب، نصاب على البنك وخد منهم قرض بطريقة غير مشروعة، عملت شركة وهمية. مش كده وبس، دي شركة موجودة بالفعل، يعني ممكن صاحبها يطلع في أي لحظة يتهمني بإن أنا خدت اسم شركته وسودت سمعتها. ده غير تجارة المخدرات وتهريب الترامادول والتجارة في أدوية مش مرخصة. يعني أنا لو حسبت على الكلام ده كله مش أقل من إعدام، أقل واجب. إنما طبعاً بقى عشان أقدر أحافظ على نفسي واسمي وسمعتي وكياني ومحدش يقدر يقرب لي، لازم أقول حاضر، لازم أسمع الكلام. في الحالة دي بس أبقى غني، غني أوي، فوق ما أنا كنت متخيل. أبقى فوق، فوق الجبل.
ويمكن أعلى كمان، بس بشرط أفضل أقول حاضر، عشان لو قلت لأ هترمي من فوق الجبل وهقع على جدور رقبتي ومحدش هيسأل فيا. مين يا أبو كرم؟ مين ورا اللعبة القذرة دي؟ مين اللي ورا كل ده يا أبو كرم؟ إيه ده يا أحمد؟ مش مين؟ إيه ده بقول لك؟ أنت فاكر إن أنا أعرف أكتر من اللي أنت تعرفه؟ أنت بدل ما تطلع رأيك في إيدي! إيه ده بقول لك؟ صدقوا يا أحمد، صدقوا واضح إنه فعلاً ما يعرفش أكتر من اللي هو قاله. كذاب! إيه ده بقول لك؟ لو كان يعرف ما كانش ده بقى حاله وما كانتش دي بقت شغلته. كذاب! كذاب! أبو كرم يعرف كل حاجة! انطع بدل ما تطلع روحك في إيديا! نزل إيدك يا أحمد! سيبه يا أحمد! إهدى يا أحمد! إهدى مش كده! خلاص يا أبو كرم تقدر تمشي أنت دلوقتي. أوكي. ماشي يا أبو حميد. سلام. مش مصدق نفسي. مش مصدق. تصدق او ما تصدقش يا احمد، هو ده الواقع اللي انت بقيت فيه، والحاجه الوحيده الصح اللي ممكن تعملها انك تواجه الواقع ده. ازاي اواجهه؟ ازاي اتعامل مع الناس دي؟ ازاي انك تبقى فوق يا احمد؟ ولما تبقى فوق مفيش اي حد هيقدر يوقعك، عشان مفيش اي حد هيقدر يوصل لك اصلا يا احمد. طلع البدر علينا من ثانيه.
أنا قلت له لو كانش يبقى في أكبر قاعة الفرح يبقى ما فيهاش جواز. قال لي لتأموري بيه خالتي. والله؟ أنت عارفة بيشتغل إيه؟ إيه؟ ده دكتور قد الدنيا. أصل البت نجلاء دي طول عمرها كانت تقول مش هتجوز إلا يا دكتور يا ظابط، وربنا نولها مرادها. ربنا يكرمها يا رب. بقول لك إيه يا بت جمالين؟ عايزة إيه يا بت سعيد؟ بصي أنا مش عاجبني أخلص جوازة فريال دي ومع الواد الصايع. فك الرابطة دي وأنا هشوف لك تمرجي كويس قوي أخلي الدكتور يجيب لي التمرجي تجوزيه في ريال. نبقى عارفين أوله من آخره. تمرجي إيه؟ إيه بت؟ إيه اللي تمرجي ده؟ ده أنا عايزة أصالح بيتك. ممكن تاخد بالك ان الناس بتبص علينا؟ اصلك حلوه قوي النهارده، انت احلى واحده موجوده في الفرح، احلى واحده في الدنيا كلها. بس بكر افرد وصل. مش قادر استوعب اللي بيحصل لي ده يا ويتي، مش قادر. اللي بيحصل لك ده حاجه كويسه قوي على فكره، احسن ما تبقى موهوم وفاكر نفسك فوق وكبير. على فكره المهم انك تبقى كبير فعلا. وانا نفسي يا ويتي ابقى كبير ومش عارف. كل حاجه في ايد عزه. انت عارفه معنى الكلام اللي قاله ابو كرم جاي؟ احنا مش هنعمل اللي هو قال عليه. صحيح هم شد ودنك عشان تسمع الكلام، بس احنا بقى مش هنعند وننشف دماغنا. فك وشك انت بس وانا هبقى اقول لك تعمل ايه. المفاجأة الحلوة دي مش معقول. أنا قلت عشان أنت تعبان فمش هتقدر تتحرك كتير. أي حد في الدنيا ممكن أتأخر عليه إلا أنت. تعالي اقعدي. لا خد بالك بقى يا مدحت، أنا ما بكرش من الكلام ده خالص. أستاذ مدحت ما بيقولش كلام في الهوا يا أنسة منى. أستاذ مدحت خليك في حالك يا ريت. ممكن الإحراج ده ممكن تستناني بره شوية؟ لا ده إحراج رسمي كده يا جماعة. بتعطي ليه دلوقتي؟ مش كنت اتجوزت البت نجلاء؟ بص زي القمر ازاي؟ اتجوز نجلاء؟ ماشي. مش دول برضو اللي انت كنت مقطعهم ومبتحبهمش دلوقتي بقوا حلوين؟ ها؟ انا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مقطع مين دول؟ ولاد اخويا، حته من قلبي، حته من كبدي. انا اقول عليهم كده؟ انت هتغني يا اما، انت هتغني. انا قلت لك ما تتجوزش نجلاء؟ خلاص يبقى انت اللي غلطان وانا اللي صح. أهلاً. أهلاً. الحمد لله. ازيك؟ عامله ايه؟ شرفت الدنيا كلها. ايه شكرا. كويس الحمد لله. استنى شفتك.